يوم جديد من ايامنا في زملكاوي على شاشه قناه نادي الزمالك. اهلا بكل الساده المشاهدين طبعا، ونحن نستعد لموسم كروي ساخن جدا، وكل جماهير نادي الزمالك لا تتحدث الا عن الانتصارات الاخيره طبعا اللي الكل عايشها مع نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي قدره مكتوب عليه ان هو دائما وابدا يحاط بمجموعه من الشائعات والاخبار الغير صحيحه، ولكن دائما وابدا زي ما بيقولوا قافله نادي الزمالك تسير وتسير الى الامام، ولم يعد من كل عشاق نادي الزمالك بديل، ما عادش في حد بيرضى بديل عن ان انت تفضل دائما في المقدمه وفي الصداره وفي دائره البطولات، لان ده قدر نادي الزمالك من 1911. الزمالك العراقة والزمالك التاريخ والزمالك الشعبية، ولعل في كلمة الشعبية نقدر نقول فيها قصايد وأغاني على نادي الزمالك. الله يا أبو حميد اللي أنت بتقوله، بقول لكم نفس الكلام اللي كتير جدا من الناس قالوه. حتى في العشرية السوداء اللي المفترض يعني منهم لله اللي كانوا السبب، منهم لله اللي كانوا السبب في العشرية السوداء اللي كل زملكاوي عانى منها، حتى في ظل هذه الفترة راهن من يكرهون نادي الزمالك على ان شعبية الزمالك تقل، وان الاجيال اللي طالعة لما تلاقي نادي الزمالك ما بيكسبش بطولات اللهم الا بطولة كاس واحدة، وممكن نادي الزمالك كان ينزل في كرة اليد وكرة السلة اللي الزمالك احد ملوك الصالات فيها على مدار التاريخ، والكرة الطايرة والعصور الذهبية للكرة الطايرة، كل ده قال لك شعبية الزمالك ستنهار وشعبية الزمالك هتروح ومفيش بطولات ومفيش إنجازات ومفيش فلوس، واللعيبة وقتها كانت خايفة على مستقبلها، مع أن نادي الزمالك اسم ينور أي حد وشرف ما بعده شرف لأي لاعب أنه يلعب في نادي الزمالك، وبرضه شرف ليه أنه يلعب مع النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي أو نادي الاتحاد أو النادي المصري أو غزل المحلة أو أي نادي شعبي منور، ويفضل يا رب منور في الكرة المصرية. إنما في العشرية السوداء دي كانت فعلا عشرية سوداء. شعبية الزمالك هل انهارت؟ لا. هل شعبية الزمالك انخفضت مثلا؟ لا. السؤال اللي بيفرض نفسه، إيه الأصالة ديت وإيه الجمال ده حتى على مستوى الجاليات المصرية والشعوب العربية؟ شعبية نادي الزمالك كانت كتلة صلبة، بس جمهور نادي الزمالك بيفهم ان هناك إدارة بتعمل كل حاجة علشان تسعد جماهير نادي الزمالك. وانا اتكلمت على الفارق الكبير جدا في إدارة نادي الزمالك ما بين مرحلة سوداء وعشرية سوداء، وبتكلم على إنجازات بتحصل على أرض الواقع. وانا هنا على فكرة ما بشتغلش لحساب ان انا بقول حاجة خيالية، لأن أنا معروف عني أنا راجل واقعي فيما يتعلق بلغة الأرقام، ولغة الأرقام حينما تتحدث أي حد هيقف مكاني نفس الوقفة ديت، مش هيقدر إن هو لا يقول كلام مجاملة ولا مبالغة ولا أي حاجة من هذا القبيل. إزاي؟ لما نيجي نقول إن نادي الزمالك رجع مرة أخرى إلى المعترك الإفريقي، أنا من وجهة نظري من 2014 كون إن نادي الزمالك يصل في نسختين بعد كل هذه المعاناة في عشرية سوداء، ان انت ترجع وتبني وتوصل للدور النهائي او المباراة النهائية امام سان داونز امام النادي الاهلي، وتصل وتذهب بعيدا في الكونفدرالية وتاخد الكونفدرالية وتكسب سوبر افريقيا وتعود مرة اخرى الى الساحة الافريقية بعد كل تكسير العظام اللي حصل وهد الحيل اللي حصل في نادي الزمالك 10 سنين قبليها، مع امور كتيرة جدا هي حوالين نادي الزمالك تهد حيل اي نادي في الدنيا، اعتقد ان دي بطولة كبيرة جدا في حد ذاتها، بطولة وفي حد ذاتها بتوريكوا حقيقة مهمة جدا، ان شعبية نادي الزمالك اللي ما تأثرتش في العشرية السوداء وبتزيد يوم بعد التاني، وجمهور نادي الزمالك مع ادارة نادي الزمالك القوية مع رئيس نادي الزمالك القوي مع المنظومة القوية الموجودة في نادي الزمالك الان، وحجم البطولات اللي احنا شايفينها، بل ويتفوق الزمالك في كثير من الاحيان على النادي المنافس بكل الثوابت، يعني يمكن ما حصلش هزات ولا ضربات اداريه تهز استقرار النادي الاهلي،
خلال السنوات، يمكن انا من ساعه ما وعيت على الدنيا زي ما بيقولوا، يمكن انا معدي ال40 اهو، فيعني ما شفتش ده. انما كنت كل يوم اصحى في وقت العشريه السوداء وفي ايام قبل كده من عدم استقرار اداري وناس دايما في مشاكل واخبار الزمالك كانت مستباحه. النهارده انت النهارده عندك اعلام قوي جدا ما شاء الله، الله اكبر، يعني فعل ورد فعل وبيقول كلمته بمنتهى القوه ومتلاحم مع كل من يعشقون نادي الزمالك. تحس ان اللغه واحده، تحس ان الامور مسيطر عليها، مش تحس، هو دي الحقيقه، الامور مسيطر عليها داخل نادي الزمالك. مفيش اخبار بتطلع من نادي الزمالك، مفيش اشاعات بتطلع من نادي الزمالك، بل كان قدر الزمالك قبل كده لما كان حد بينفع او كان بيقدر ان هو يتكلم عنه، للاسف الشديد لم يكن هناك من يستطيع ان يواجهه. ولما كان يطلع صحفي على استحياء بيحب نادي الزمالك، الزملكاوي يعني في داخله، او اعلامي في داخله، يطلع يتكلم يبقى عامل 100,000 حساب لهجوم جماهير مثلا النادي المنافس لنادي الزمالك، ده كان بيحصل. فكان بيحاول دايما يمسك العصايه من النص. النهارده بوجود اعلامي نادي الزمالك اللي هم عندهم حجه في الراي وقوه في الطرح، وهناك اداره قويه برئاسه المستشار مرتضى منصور، بيقدر ان هو يطلع يرد عن كل الاشاعات والاخبار الغير صحيحه عن نادي الزمالك، فيطلع يتكلم بنفسه وهو المصدر زي ما بيقولوا. يعني الاعلام علمنا ان انا لما اجي اطلع خبر عن نادي الزمالك فانا بجيب الطرف الثاني اللي هو بيتكلم عن نادي الزمالك او في قضيه ما، انما لازم اعلاميا وانا بتكلم عن نادي الزمالك اجيب نادي الزمالك او من يتحدثون باسم نادي الزمالك كطرف اصيل في اي قضيه وفي اي موضوع علشان يعبر عن وجهه نظر نادي الزمالك. الكلام ده بقى ما كانش بيحصل، ما كانش بيحصل، والى الان في البعض بيقع في هذا الخطا المهني ويتكلم عن قضيه مثلا تخص نادي الزمالك، لدرجه ان كان هناك في وقت من الاوقات لحد قريب في قصه حتى حمدي النجاز، نجيب حمدي النجاز ونجيب محامي حمدي النجاز ونجيب ابن خالد حمدي النجاز ونجيب مش عارف مين ابن عمة حمدي النجاز ومين في تونس اعلامي تونسي يتكلم على مشكلة حمدي النجاز وما بناخدش رأيه او وجهة نظر نادي الزمالك اللي هو الطرف الاصيل اللي هو صاحب حق في قضية مثلا حمدي النجاز في موضوع كهربا. انا بتكلم هنا على التناول الاعلامي، نفس الكلام، تتكلم على وكأن شيئا لم يكن، وايه الموضوع، والطرف الثاني اللي هو صاحب الحق وصاحب المستند وصاحب الأحقية اللي هو نادي الزمالك ما تجيبوش على التليفون او في مداخله. الخطا المهني ده وقع فيه مع كل الاحترام كتير جدا من زملائنا وكتير جدا من برامجنا وكتير جدا من يعملون في هذه البرامج. والسبب انا مش هدخل في النوايا وادخل في النفوس، ولكن انا تقييمي، انا كراجل اعلامي قديم شويه بقالي اكتر من 20 سنه واكاديمي، لا ده خطا مهني، درسنا ان ما ينفعش المصدر يجي من هنا وهنا والطرح يحصل على الهواء مباشرة للملايين وللجماهير والحكم في النهاية للجمهور. إنما أن أنت في طرف في قضية تجيب حد وتبرز وجهة النظر الأحادية دي وما تجيبش مسؤول في نادي الزمالك، وبعدين أنت النهاردة لما نادي الزمالك أو قناته يردوا ماشي ده موضوع تاني، إنما النهاردة لما يطلع رئيس نادي الزمالك ويقول لك انا المفروض لما حاجه زي كده تحصل يا اما هو يتحدث باسمه كرئيس لمجلس اداره نادي الزمالك وبشخصه كمرتضى منصور فيطلع يقول انا وجهه نظر الزمالك واحد واثنين وثلاثه، يا اما حضرتك ما تتكلمش عن الموضوع من وجهه نظر احاديه، تجيب الطرفين ده يتكلم ونادي الزمالك يرد على ما يثار حوله. انا علشان كده بطمن جمهور نادي الزمالك، اما عن ما يثار هذه الأيام وقبل كده واللي جاي بعد كده، قناة نادي الزمالك بالأدلة وبكل المستندات وبكل الحقائق اللي انتوا بتشوفوها هنا، وده اللي بيبرهن نسبة المشاهدة اللي كل يوم الحمد لله من فضل سبحانه وتعالى بتزيد. بتزيد ليه؟ علشان المصداقية، علشان اللي احنا بنقوله، هل اللي احنا بنقوله بيتحقق ولا لا؟ لا بيتحقق، بدليل، بكل برغم كل اللي حصل أيام الدوري وكل الضرب اللي كان في نادي الزمالك والكلام عن اتحاد الكوره والهجوم على اتحاد الكوره وزملكه مش عارف ايه وكل الكلام ده. وطبعا يا جماعه
اللي بيعمل الكلام ده مش بيعمله كده صدفة، ولا هي كده جاية قصة جاية معاه صدفة، قام الصبح قال لك انا هطلع السلوجان دوت واطلع اقوله؟ لا، القصة مش كده. القصة ان انت بتخوض حرب اعلامية وحرب نفسية وضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا عليها في الاعلام حتى العالمي، او في الاعلام الاصفر انجاز التعبير يعني، ودي مدرسة من ضمن المدارس للاسف موجودة في كل مكان في الدنيا وللاسف موجوده هنا. فانت في وقت المنافسه بتلعب الجيم ده. طب انت بتعمل الجيم ده ليه مع نادي الزمالك؟ انا اقول لك ليه. انت بتعمل الجيم ده مع نادي الزمالك ان انت تحيط نادي الزمالك بوسائل ضغط وتضغط على نادي الزمالك باخبار وحكايات وروايات، وكل يوم بتطلع لنادي الزمالك حاجه وموضوع، وتمسك في موضوع ملوش اي 30، انا عفوا يعني في اللي انا هقوله، ملوش اي 30 اهميه، اللي هو موضوع سيف الجزيري، وامير مرتضى امبارح شرحه بالتفصيل، وامبارح برضو نفس الكلام المصير مرتضى اتكلم عليه بالتفصيل، يعني مش التفصيل التفصيل يعني، لان هو بيحب يطلع بمستندات. فالقصه كلها اتكلمنا عنها كده، ايه يعني عارفين موضوع مش مستاهل، انما هناك من يرغبون في اشعال الموضوع ويبقى في موضوع. والجزيري، الجزيري المهم، اللعيب اللي فعلا اللي فعلا ممكن يكون مضايق ناس كتير، واللي فعلا عمل موسم مع نادي الزمالك تاريخي، واللي نادي الزمالك عول عليه في قيادة هجوم نادي الزمالك السنة دي، وكان أروع ما يكون هداف العرب سيف الدين الجزيري. فلما أنت النهاردة تتكلم عنه وتشكك ونزاهة اتحاد الكرة، وتدخل حازم إمام في جملة مفيدة وتعمل موضوع، يا جماعة أصلا هو الدنيا المفروض هادية. الزمالك يتأهل دور 32، الاهلي هيلعب مع الاتحاد المنستيري، بيراميدز في الكونفدراليه، فيوتشر، الدنيا هاديه وفتره اعداد، ولا هو لازم يبقى في موضوع؟ لا لازم يبقى في موضوع. وايه كينولا ولا اكينولا البنيني ده مش عارف ايه، ده كان بياخد كام وهياخد كام، ايه يا جماعه الفلوس؟ طب ما هو على الجانب الاخر، على الجانب الاخر هذه الحده وهذا الكلام اللي بيخرج يعني، وتحس ان العروق خلاص نفرت من هنا ومن هنا، وانت بتتكلم عن حاجه تخص نادي الزمالك وتشعرني وكانك مهتم جدا جدا بمصير هذا اللاعب البنين الصغير مع نادي الزمالك، وبذكاء شديد جدا وبمكر اعلامي شديد جدا تلمح الى ان طب هو كان بياخد كذا، طب ده هنا بياخد كذا، طب ايه الموضوع؟ طب ايه المواضيع في حاجات كتيره جدا تانيه ما شفتش العرق النافر دوت، ولا شفت الضغط الشديد اللي حضرتك على اساسه بتتكلم؟ لان هنا انت ينفع تتكلم وما بتحبش هنا وبتحب هنا، وتتكلم عن هنا يعني بميكس كده جميل كده، بحس بس جمهور الزمالك فاهم كل حاجة، والناحية التانية ما تتكلمش خالص. وأي حاجة بقى، أي قضية تخص بقى لاعب عنده مشكلة في الدوري بتاعه هنا ولا هنا، لاعب كان جايب بمليون ونص دولار، لاعب جايب بمية وخمسين مليون جنيه، لاعب مش عارف إيه، كل ده عدي 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 عدي. حتى لما جه نادي الزمالك خد حقه في كهربا عدي. طب ما تبروز، يبقى كده الزمالك كان عنده حق. ما نبروز ده، ندي الكيان العظيم نادي الزمالك حقه في ده، نقول لا والله هنا نادي الزمالك كان عنده حق وادارته كانت بتتكلم صح، ورق نادي الزمالك سليم بدليل ان اللي حكم في الموضوع ده لا من بني وطني ولا بني وطنك، يعني مش من بلدنا هنا، يعني علشان نقول ان هو جامل الزمالك لا سمح الله. والحمد لله هنا يعني كل طبعا الناس فوق دماغنا طبعا، وناس عظام جدا وناس بيشوفوا الموضوع بميزان واحد، بس انا بتكلم بقى على الميزان العالمي، انا بتكلم على الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتكلم على المحكمة الرياضية الدولية. لما المحكمة الرياضية وهي اعلى جهة في العالم تقول ان الزمالك ليه حق في كهربا، ما تديش ادارة الزمالك حقها؟ ما تديش نادي الزمالك حقه؟ ما تقولش ان اللي حصل ده كان غلط؟ ما تحللش اللي حصل من اول يوم وخروج كهربا هكذا او بهذه الطريقة من نادي الزمالك؟ ما تديش حق نادي الزمالك ونتكلم على المبادئ والقيم، وان ده ينفع اصلا في عالم الرياضه؟ ينفع اصلا في اللاعب النظيف؟ هو ده اللاعب النظيف؟ ده تشيلسي كان بيوقف له قيد، وبرشلونه وغيره من الانديه وغير ووقائع كتير جدا، لما تيجي تتفاوض مع لعيب في غير وقته او في غير الايام القانونيه اللي انت ينفع ان انت تتفاوض معاه فيها، تتكلم النهارده عن قضيه شهيره جدا والكل والقاسي والداني يعلمون، ازاي رحل مثلا كهربا عن نادي الزمالك؟ طب ادي له حقه، ادي النادي حقه. الناس هتسقف لك وتقول لك انت فير، انت 50-50، انت بتشتغل في برنامج بيخاطب الملايين من كل الجماهير،
انا هنا في برنامج في نادي الزمالك اخاطب جماهير نادي الزمالك، اتكلم على اداره نادي الزمالك، ادعم نادي الزمالك وادعم اداره نادي الزمالك وادعم الجمعيه العموميه وادعم النادي في قناه فئويه. ده اللي انا اعرفه، ده اللي احنا اتعلمناه برضو. اما لو انا خرجت من دائره الاعلام مثلا الفئوي وبتكلم في قناه رياضيه محايده، او بتكلم في برنامج بصفه عامه في اي قناه من القنوات، برنامج رياضي بيخاطب الجميع، انا هطرح طرح اعلامي بعيدا عن انتمائي اللي في البيت. ده لو انا بمارس هذا الامر، انما في قناه فئويه حقك حقك وكل اللي جواك يطلع عليك من مشاعر وانتماء في قناتك الفئويه برضه حقك. انما ارجوك حينما يعمل اي اعلامي او اي صحفي او اي مهني، هكذا تعلمنا، في برنامج رياضي او في قناه بتتكلم على الكوره بصفه عامه والزمالك والاهلي، ادي الزمالك حقه وادي الاهلي حقه وادي كل الفرق حقها، ويبقى الميزان من ذهب والمعيار واحد على الكل. انما نادي الزمالك يحاط بكل هذه الاخبار الغير صحيحه دائما وابدا، اعلام نادي الزمالك موجود، وموضوع سيف الجزيري زي ما قال امير مرتضى موضوع يعني لا يستحق ان احنا نقف امامه كثيرا. نادي الزمالك مكمل في مسيرته، ونادي الزمالك بنبارك له مره ثانيه وثالثه على الصعود للدور ال 32 في بطوله افريقيا. بكره ان شاء الله لقاء مهم جدا مع الترجي التونسي في البطوله العربيه، تستمر المسيره ويستمر نادي الزمالك الى الامام برغم كل الاخبار المفبركة، الأخبار غير صحيحة، الشائعات. وإحنا هنا دائما وأبدا معاكم، وإن شاء الله كل اللي جاي إن شاء الله مع نادي الزمالك يكون أفضل وأفضل. هطلع الفاصل، وبعد الفاصل نكمل مع زملكاوي. أهلا بيكم مرة تانية. طبعا النهاردة عندنا بعض الأخبار، ولعل الخبر اللي أنا هبدأ بيه هو خبر طبعا محزن النهاردة، يمكن قمنا وقرينا الخبر الحزين وعلمنا أن طبعا الظهير الطائر أحد رموز نادي الزمالك الكبار وأحد اللاعبين التاريخيين في تاريخ نادي الزمالك، الظهير الطائر الكابتن محمد رفاعي، وواحد من رموز ونجوم نادي الزمالك التاريخيين. طبعا كابتن محمد رفاعي لمن لا يعلم كان واحد من اللاعبين العظام في تاريخ مصر وفي نادي الزمالك، وكان من أسرع اللاعبين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، وسموه ولقبوه بالظهير الطائر. النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا برئاسة المستشار مرتضى منصور نعوا طبعا واحد من كبار ورموز ونجوم نادي الزمالك كابتن رفاعي. وكابتن رفاعي واحد ممن صنعوا شعبية حقيقية لنادي الزمالك في عهد وفي عصر ذهبي مع جيل عظيم جدا، جيل عظيم جدا جدا، عملوا كل حاجة، عملوا كل حاجة مع نادي الزمالك، وكانوا بيلعبوا وكانوا بيضحوا، وما كانش فيه بقى الملايين اللي انتوا بتسمعوا عنها النهاردة، ولا الفلوس ولا الحكايات ولا الروايات ولا أي حاجة، غير أنه بينتمي وبيعشق وبيحب نادي الزمالك. كابتن رفاعي من يوم ما وعينا على الدنيا يعني وإحنا جوه نادي الزمالك الكل يعني كان بيحبه، وراجل جميل ومحترم واسم كبير، وخدم نادي الزمالك لاعب ومدرب، وكان في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وكان مخلص جدا زيه زي كتير من رموز نادي الزمالك والنجوم اللي لعبوا لنادي الزمالك وبدون مقابل، مش عايزين اي حاجه غير ان هم يسعدوا الملايين والجماهير في العصر الذهبي. يعني لما بنتكلم على الرموز في الوقت ده فانت بتتكلم في حدث ولا حرج. فيعني انا طبعا انا وكل اسره قناه نادي الزمالك و الجميع ينعون طبعا ببالغ الأسى ببالغ الأسى الكابتن محمد رفاعي، وده ناعي طبعا نادي الزمالك الرسمي إن لله وإنا إليه راجعون، طبعا ينعي على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ببالغ الأسى والحزن طبعا الفقيد والكابتن محمد رفاعي طبعا الظهير الطائر. لعل طبعا واحد من أهم رموز نادي الزمالك مهم جدا ان انا اعزيه انا وملايين الزملكاويه طبعا، لان هو فقدان لينا كلنا اكيد، وهو طبعا على الخصوص لانه اكيد زميل عمر، واكيد طبعا يعني كان مع الكابتن رفاعي وعلاقه وطيده عبر سنوات طويله جدا. رموز نادي الزمالك العظام اللي احنا فقدنا واحد منهم النهارده، ولكن رمز نادي الزمالك ربنا يخليه لنا يا رب، كابتن ابو رجيله موجود معايا على الهاتف. يا كابتن ابو رجيله البقاء لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إزيك يا أحمد؟ إزي حضرتك؟ إزيك يا كابتن؟ وحشنا يا كابتن، إزي حضرتك؟
الله يخليك يا حبيبي، البقاء لله يا كابتن، بإذن ويعني الله وإنا وإنا إليه إلى الله وإنا راجعون، إليه راجعون. ربنا يسكن في فسيح جناته يا رب إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسكن الجنة إن شاء الرحمن. يا رب، ويثبته حين السؤال يا رب. يعني كابتن أبو رجيلة، يعني يا ريت تكلمنا عن كابتن رفاعي، يعني في شهادة للتاريخ في هذا التوقيت وفي اللحظة ديت، يا ريت تقول لنا مين، قول للجيل الصغير اللي ما عارفش مين هو الظهير الطائر، مين هو اللاعب الأسطوري محمد رفاعي، مين هو نجم نجوم مصر ونادي الزمالك في وقته كابتن محمد رفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البقاء لله لأسرة الزمالك ولأسرة الكابتن محمد رفاعي. أنا رحت نادي الزمالك سنة 54، كان موجود الكابتن رفاعي طبعا، وكابتن عبد النصح من المذبح، وياسين مصطفى، ومجموعة كبيرة كانت من المذبح موجودة بتتمرن في مع الفريق الأول. كان موجود الكابتن يكن الله يرحمه ويحسن إليه، الله وكابتن يرحمه. رأفت الله يرحمه ويحسن إليه، كابتن علاء الحمول الله يرحمه ويحسن إليه، وكابتن أحمد مصطفى الله يرحمه ويحسن إليه. كانت المجموعة ديت أنا بتكلم على المدافعين اللي كانت موجودة، وكان الكابتن رفاعي من اللاعبين اللي كل واحد من الفراوده اللي كانت ضدنا في اي ترسانه ولا الاهلي ولا الاسماعيلي بتعمل له الف الف حساب. الكابتن رفاعي كان اتسمى بالظهير الطائر، وكان لعيب في منتخب مصر، كان من احسن الباكات الشمال، لعب ضد فرقه كبيره وفرق عالميه، وانا بعتبر نفسي يعني واحد من اشباله، يعني لان هو كابتن يكن وكابتن احمد مصطفى ورأفت عطيه وكابتن محمود حسنين كانوا باستمرار لازم، يعني الناشئين دول بياخدوا منهم، يعني مجموعه خدوا الكابتن احمد رفعت وخدوا منير كمال وخدوا محمود ابو رجيله، وكانوا بيعطفوا علينا بشكل غير معقول بحيث ان احنا نبقى صف تاني. ومن الحاجات الكويسه اللي كابتن رفاعي اني وهو بيلعب واحنا قاعدين احتياطي بره، ويجي يميل عليك لما الكره تطلع اوت ولا حاجه، يقول لي شد حيلك عشان انا هطلع عشان انت تلعب. يعني كان بيديك الفرصه عشان خاطر انك انت تلعب، رغم في ان في ناس ما دام انت بتلعب وانت احتياطي خلاص. لكن الكابتن رفاعي والكابتن احمد مصطفى والكابتن رأفت عطيه والكابتن يكن حسين ويليهم احمد رفعت والكابتن محمود حسنين كنا اسره واحده، وكنا كل اسبوع بنروح، والكابتن نبيل نصير الله يرحمه ويحسن اليه، كنا كل اسبوع بنروح بيت عشان خاطر عبد الحميد شاهين الله يرحمه ويحسن اليه، كنا بنروح كل اسبوع في بيت نتجمع كلنا عشان نفطر او نتغدى او نتعشى. وكانت في حاجات زمان، كان حاجه اسمها التمرين الفردي، كان التمرين الفردي ده كان المدرب يدي للرفاعي محمود ابو رجيله، يدي مثلا يكن احمد رفعت، يدي احمد مصطفى، يدي رأفت، يعني كل اتنين يشتغلوا مع بعضهم عشان ياخدوا يتمرنوا التمرين الفردي. نعم. الاسره دي كملنا مع بعضينا لغايه لما عدينا السبعينات ولغايه دلوقتي، ويعني يعني كلنا ستات، يعني جواز بعض، يعني ستاتهم وعيالهم صحابنا، وبنسال على بعض وبنتكلم مع بعض. وبعدين منطقه المذبح طلعت مجموعه كبيره جدا، ياسين مصطفى وعيد مصطفى، مجموعه كبيره من اللعيبه الكويسه. لكن فقدنا في خميس عجلة وفي اخوه كانوا لعيبه برضه في الفريق الاول، كابتن عبده نصحي، لكن الكابتن محمد سيد الرفاعي اللي لقب بظهير الطائر، يعني كان منتهى الرجوله والجدعنه والشهامه
وعمره ما يبخل عليك، ولما يعوز يديك فرصة ويكلمك على انك انت تبقى المساعد بتاعه او نمرة اتنين بتاعه، يعني مش زي في ناس كتيرة مادام بيلعب ما يسألش في الاحتياط ولا حاجة. أكيد يا كابتن، أكيد يعني الحمد لله انا واحد من الناس عشت في وسطهم فترة كبيرة جدا، وعشت في بيوتهم فترة كبيرة جدا، والمجموعة دي في المذبح يعني ناس معروفة على أعلى مستوى، أكيد يا كابتن، برضه ويمكن في صدمة كبيرة جدا جدا، أكيد لكن أكيد إنا لله وإنا إنا إليه لله وإنا إليه راجعون. راجعون. يا أكيد رب يا يا رب رب يا رب يسكن الجنة إن شاء يا الله، رب يا رب، ويكرم ولاده إن شاء الله اللهم فيه. آمين يا رب، اللهم آمين. وشكرا لنادي الزمالك، لأن إحنا بعد ما حجزنا في المذبح في منطقة المذبح جالنا خبر، كان أخويا كان ابن رحاب موجود في النادي عشان كان في عزاء في النادي النهارده، اه وقابل الدكتور أمير خالد طلعت. اه أحمد مرتضى وقالوا له إن الأستاذ مرتضى منصور شاكر فضله، قال لهم لا نعمل العزاء هنا في الشاذلية، نعم واخترنا أهله، وإن شاء الله العزاء يوم الخميس، وربنا يسكن الجنة إن شاء الله، وكتر خير نادي الزمالك طبعا، طبعا، ده والأستاذ الواجب يا كابتن، مرتضى طبعا ما بيدخلش على النادي طبعا بأي حاجة، طبعا وكان طبعا، عامل لهم معاشات وكان عامل لهم حاجات حلوة يعني. اكيد اكيد اكيد، بقاء الله يا كابتن ابو رجيله، وان شاء الله دائما كده ربنا كده يخليك لينا يا رب، ويحفظك ويحفظ كل رموز نادي الزمالك، البقاء لله مرة أخرى في وفاة الظهير الطائر كابتن محمد رفاعي، لعل واحد من أبرز من لعبوا في نادي الزمالك في مركز الظهير الأيمن، طبعا ربنا يا رب يخلي لينا يا رب طبعا واحد من كبار نجوم نادي الزمالك، والمدير الفني الكبير والقدير واحد رموز نادي الزمالك واساطير نادي الزمالك الكابتن محمد صلاح على الهاتف. كابتن صلاح البقاء لله. كابتن صلاح، كابتن، كابتن، نعاود الاتصال بواحد من رموز نادي الزمالك ايضا من لعبه في مركز الظهير الايمن، لعل طبعا نادي الزمالك اجيال وراء اجيال بتسلم اجيال، اللعيبه كانت رجاله وصنعوا شعبيه تاريخ نادي الزمالك ومجد نادي الزمالك، ونادي الزمالك اللي انا قلت عليه في المقدمه العراقه والتاريخ 1911، نادي الزمالك الملكي، نادي الزمالك الشعبيه الكبيره، نادي الزمالك اللي ياما متعنا في كره القدم بالفن والهندسه، مدرسه الفن والهندسه، الاجيال الكتيره اللي لعبت في نادي الزمالك ومتعت الملايين، اجيال وراء اجيال، اجيال لعبت من غير مقابل علشان يمتعوا الناس وعلشان يسعدوا الناس ويفرحوا الناس ويسعدوا الملايين من عشاق نادي الزمالك. النهارده فقدنا واحد منهم كابتن محمد رفاعي. كابتن محمد صلاح البقاء لله. بقاء لله، البقاء لله يا كابتن. العمر الطويل ليك. يعني كابتن رفاعي واحد من الاساطير كابتن صلاح، واعتقد ان انت وانت لسه صغير كنت لسه داخل كده في اجواء نادي الزمالك وطالع كده، كان نفسك تبقى رفاعي صغير. والله يا كابتن جمال هقول لك، بس احنا لما دخلت النادي كان اشهر اثنين كابتن ياك الله يرحمه كابتن رفاعي. اه. لكن انا تشرفت بصداقته بعد ما اعتزلت، وكان القطاع الناشئين آية من الجمال وآية من الأخلاق وآية من الهدوء والتفاني في خدمة نادي الزمالك. نعم. حتى إيهاب ابنه طالع كده زيه بالظبط. آه. دخلنا النادي عرفنا إن أحسن ظهير شمال في مصر، وكان ليه القصة الشهيرة لما اتعور وجابوا له طيارة خاصة، ولأهميته في منتخب مصر والزمالك. لا القصة دي، القصة دي يا كابتن انا ما بعرفش عنها حاجة، يعني قول الأجيال الجديدة ما تعرفش قصة ايه قصة الطيارة الخاصة دي. هو كان الشهير بالباك ورد، وفي مرة بيعمل باك ورد ورجليه اعتقد يعني فيها شرخ او كسر، وتم نقل الطيارة خاصة، لأن هتمكن عند حضرتك فكرة إن عبد الحكيم عامر كان زملكاوي وكان بيعشق النادي. من أهمية الكابتن رفاعي شالوه، يعني نقلوه على طيارة في طيارة خاصة، ودي كان صعبة جدا زمان يعني. اه لكن
ده بيوريك مدى حب الناس للعيبه المخلصين يعني. نعم. اللي بيتفانوا في الاخلاص في سواء في منتخب مصر او في نادي الزمالك. حاجه جميله جدا ان انا عاشرته وعاشرت ابي كابتن ياكن، ولعبت فتره صغيره جدا جدا مع كابتن ياكن وكابتن حماده الله يرحمه. عاشرت بعد كده اجيال ثانيه، شيخ المدربين كابتن ابو رجيله، واللي اتعلمنا منهم الكثير من الكثير في حب نادي الزمالك بصراحه. اكيد يا كابتن. احنا كنا جيل محظوظ يعني انا واحمد ومحمد سعيد وعبد الرحيم الله يرحمه وحسين، ان احنا عاشرنا الناس دي، واللي خدنا كمان بالفريق الاول كان الكابتن حنفي زي ما انت عارف، واللي اتبنانا وانا بالاخص كابتن ابو رجيله وكابتن زكي عثمان، فناس اعتقد يعني مش هتتكرر في زمن الحب فيه قليل. ناس كانت بتقعد من 10 ل 10 بالليل في النادي على طول، اكل شارب قاعد في النادي. كابتن صلاح، كابتن صلاح، انا عايز اقول لك على حاجه كده وانت بتتكلم، علشان بس انت كده يعني اثرت في نفسي شجون، اثرت في نفسي شجون. أول مرة وأنا طفل صغير دخلت فيها نادي الزمالك في المبنى القديم. كنت دايما أنا بجيب جورنال الزمالك أو مجلة الزمالك بتاعة زمان ديت، كنت دايما أجيبها. فدايما كنت دايما أقرأ عن الكابتن حنفي بسطان. كانت حنفي بسطان يعني اللي هو يعني أحد أساطير نادي الزمالك، يعني بتكلم بقول ده الكلام ده وأنت على الهواء معايا علشان نقول للجيل الصغير إن الزمالك من 1911 واساطيره محفوره في الوجدان. فكنت طفل صغير يمكن ما كملتش 12 سنه او 11 سنه، فمعدي طبعا بشوف صوره الكابتن حنفي بسطان على مجله الزمالك او في جورنال الزمالك. فلما شفته قاعد وسط مجموعه كده موجوده بسماره النوبي الجميل دوت وبطريقته الجميله، والله يا كابتن صلاح انا شعرت بانبهار، وحسيت ان انا يعني عايز اروح اسلم على الهرم دوت كابتن حنفي بسطان اللي انا عمال اقرا عنه وانا طفل صغير. ورحت سلمت عليه، وكيف كان الادب والتواضع، وتعامل معايا بمنتهى الادب والتواضع، ويعني يعني عمل كده طبطب عليا وبتاع، انت اسمك ايه وبتاع قد كده. الناس دي كانت جميله يا كابتن، وكان رموز، ومجرد السلام عليهم شرف والله يا كابتن. وحبهم بقى للناس او الى من ينتمي للزمالك هو حبيبهم. ولا انسى طبعا الكابتن عصام بهيج بعد كده، وكابتن فاروق الصياد الله يرحمه، وكابتن احمد مصطفى، في ناس كتير جدا علمونا ازاي نحب النادي. ايوه. علمونا ازاي نتغاضى عن اي شيء. طبعا مش عايزين نخش في الماليات لانها كانت ضعيفه قوي، بس كان وقتها تلاقي اللي كان بيحافظ عليك مش عايز يديك فلوس عشان ممكن تمشي في طريق مش كويس، عايز يحط عرض في البنك. ده الكابتن حلمي كان موته وسمه لعيب ياخد فلوس. كنا بنزعل، لكن لما كبرنا عرفنا ان هو بيخاف عليك وعايزك تبقى كويس عشان تقدر نادي الزمالك. والحاجات دي مع يعني اعتقد ان هي ما اعرفش هل في الايام اللي احنا بنشوف دي فيها الاحتراف، هل فيها الندوات المخلصه ازاي تحب ناديك؟ اتمنى تكون موجوده، لو مش موجوده ترجع تاني، لان دي بتقلل فتره الحب او الزمن في الحب بينك وبين النادي. صحيح في احتراف، صحيح كل واحد بيبقى ملتزم او بيحب المكان اللي فيه عشان يخلص فيه عشان ينتج وياخد ما يطيب ليه من بطولات او فلوس، مفيش مشكله خالص، ولكن ازاي تحب الكيان وتعمل من اجله؟ نعم. يعني لازم تبقى داخل النادي عارف قيمه نادي الزمالك وانت فين بالظبط عشان تقدر تنتج للكيان ده او لاهميه الكيان. نعم. اتمنى لكل الناس اللي بتحب النادي او بتلعب في النادي تعرف قيمه نادي الزمالك، ان الفترات الجايه انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان نادي الزمالك هو اللي جاي في الايام اللي جايه او في الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى يبقى في حب، اتمنى في عدل، لان دايما المستشار كان يقول لك لازم تعدله. نعم. والعدل اساس الملك. فالعدل في كل حاجه، واعتقد ان احنا ماشيين في الطريق الصح من يعني بداية من الدور الثاني او مباراة الاهلي وبتاعت كده احنا دخلنا في الكوره كده. بس قبل ما نروح للكوره معاك فيما يتعلق بالعدل وفيما يتعلق بان المنظومه الكرويه في مصر وفي العالم كله تتجه في حتى فيما يتعلق بالفار، ودي الفكره الجديده اللي يمكن بتضايق لمن لا يحبون
العداله في كره القدم. انا هنا بتكلم على العدل اللي نادي الزمالك بيدور عليه طول العمر واللي احنا عانينا منه سنوات طويله. هرجع معاك كابتن صلاح لان انت اتكلمت في ده كتير جدا حتى معايا في قناه الزمالك وفي برامج اخرى فيما يتعلق باشادتك الدائمه بمجلس اداره نادي الزمالك وبرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور في تقدير النجوم الراحلين او النجوم اللي موجودين احياء يرزقون زي ما بيقولوا، يعني فيما يتعلق بالمعاشات اللي كانت متوفره من 8 سنين وكانت ظاهره وبادره من الاستاذ مرتضى من ساعه ما عملها، فكره ان انت تضع اسم ورموز النادي على حدائق النادي. يا ما انت اتكلمت في هذا الامر ايضا كابتن صلاح. شوف انا شهادتي مجروحه في الاستاذ مرتضى، لكن ما فيش حد يقدر يغير لي فكره ان انا بحب واحد على المستوى الشخصي وعلى المستوى بقى الاجتماعي في النادي واللي عمله. لكن عايز اقول حاجه، اللي ما يعرفش مرتضى منصور ويعرف مدى الصداقات او الحاجات الحلوه اللي بيعملها مع اولاده او ابنائه في نادي الزمالك سواء الراحلين او الموجودين او اللي بطلوا واعتزلوا، يبقى هو مش عارف حتى يبص في الغربال. اللي بيعمله هو بيعمله من منطلق ان الناس دي تعبت في نادي الزمالك، ولكن الحظ ما سعفهمش ان ممكن ياخدوا على قد ما ادوا، فبيتم التعويض. هو الاب الروحي للنادي وللعيبه، مين هيدي يعني او الشكل بتاع اللي يدي ازاي؟ هيطلع يفضح الناس ويقول لك انا بدي فلان وبديله شهريه ولا يعمل لي حاجه تكريميه اللي هي المعاش، او ممكن محمد صلاح مش قادر يمرن او تعبان يرتاح بس معاشه يوصل له. الحاجات دي كلها عمليه انسانيه يا احمد. نعم. صحيح هيتجازى عليها يوم القيامه باكتر من اللي دفعه بكتير. نعم. لكن احنا هنقعد في الدنيا نقول ايه؟ عمل عمل عمل. صحيح. لو اختلفت او اتفقت معاه، هو راجل صدوق جدا بيحب الخير بيحب يعمله وهو قاعد في المكتب يعني بالاشاره. نعم. الحاجات هنرجع اللي عمله مع نادي الزمالك. لما تيجي تقول له فلان مثلا توفى عايزين نعمل اللي عايزه ولا حاجه، اول واحد يكون في المقدمه يقول لك هنعمل. بدليل ان لسه الكابتن ابو رجيله بيقول ان الكابتن رحاب ابو رجيله والاستاذ رحاب ابو رجيله قال له ان هيبقى في عزا نادي الزمالك هو اللي عامله طبعا للكابتن رفاعي يوم الخميس في الحمديه الشاذليه، وده اقل تكريم من اداره نادي الزمالك ومن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لهذا الاسم اللي هو ده تكريمه وهو طبعا الان بين يدي الرحمن زي ما بيقولوا. اما عن تكريمه وهو حي فكان تكريما يليق بالكابتن رفاعي باطلاق اسمه على حديقه الكابتن رفاعي وكرمه وطبعا وابنه طبعا موجود في النادي وفي قطاع الناشئين. فيعني هذا التكريم من اداره نادي الزمالك ومن رئيس نادي الزمالك كان تكريما واضحا في وقت ما كان موجود كابتن رفاعي موجود معانا، يعني منور الدنيا ان شاء الله ربنا يجعل مثواه الجنه وتكريمه. واقل واجب ان هو يتعمل له عزاء طبعا نادي الزمالك هو طبعا اللي يعملوا له، ده حق كابتن رفاعي على كل الملايين من عشاق نادي الزمالك وعلى اول الزمالك. واحد واقف يا احمد في العزاء طبعا 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 رب الاسره رغم المشاكل والمشاغل باذن الله يوم الخميس متواجد طبعا. فدي حاجه مش جديده على مستشار مرتضى. يعني انا النهارده مثلا يعني كل اسره نادي الزمالك، وبذكر ان انت برضو بتتكلم معايا في هذا الامر، يعني هي طبعا هي اجواء حزينه بس انا لازم اقول النهارده كل اسره نادي الزمالك كانت موجوده طبعا في عزاء طبعا الفقيد والراحل المحترم العظيم الانسان المحترم الخلوق الكفء اقول ايه بس دكتور خالد طلعت، وهو طبعا مدير النشاط الرياضي في نادي الزمالك الله يرحمه. نادي الزمالك ايضا لم يتردد ولم يتوانى في ان هو يعمل له عزاء يعني يليق بمكانه هذا المحترم الكبير الكابتن خالد طلعت. الدكتور خالد طلعت المحترم الخلوق اللي عمرك ما كنت تروح له في اي حاجه وفي اي موضوع اي ولي امر اي موضوع اي مشكله اي حاجه تخص اي مدرب في اي لعبه كان بمنتهى السلاسه ومنتهى الهدوء ومنتهى الكفاءه بمنتهى البساطه، كان انسان بسيط وجميل. النهارده كل اسره نادي الزمالك النهارده كرموه، وعايز اقول كان مشهد النهارده يعني وكان الكل يودعه وداعا يعني يليق بيه كابتن خالد طلعت. دي سمه نادي الزمالك يا احمد والله. نعم. مع الصغير مع الكبير مع كل واحد قفلة من عمره يوم بس في الزمالك. صحيح. ولكن ده يوم اعتقد انه هيجي علينا كلنا، والتكاتف والحب
اتمنى اللي انا شفته النهارده واللي انت ممكن تشوفه كمان يوم الخميس باذن الله. اكيد طبعا ان شاء الله كلنا نبقى موجودين. المحبه والتقارب بين الناس وخاصه في النادي، وما تم تعديله وتطويره في نادي الزمالك، مش عايزين ده مش وقته يعني. نعم. ان هو ربنا سبحانه وتعالى يكمل مجهود الناس دي كلها بالبطولات في المواسم الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد صلاح كل التوفيق ان شاء الله ليك في مسيرتك، وان شاء الله نادي السكه الحديد كده ربنا يكرمه ان شاء الله في قيادتك طبعا، والمدير الفني لفريق السكه الحديد كابتن محمد صلاح واحد من الوجوه الزملكاويه المشرفه لنادي الزمالك في مجال التدريب. بشكرك مره اخرى على هذه المداخله، والكل طبعا في نادي الزمالك طبعا ينعي ببالغ الحزن والاسى اسره الفقيد الراحل الكابتن محمد رفاعي الظهير الطائر. طبعا فقدان يعني غالي علينا جدا يعني، ويعني زعلانين جدا، ولكن طبعا هكذا هي الحياه. يفارقنا طبعا الراحلون الى موعد اخر ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثواه الجنه الكابتن محمد رفاعي، واحد من اساطير نادي الزمالك، والبقاء والدوام لله. نرجع لاخبارنا الكوره النهارده الكل بيتكلم على ان الزمالك صعد. طيب الزمالك صعد وكسب الكليتشادي 2-0، وكسب في مباراه الذهاب 2-0. طب الزمالك هيلعب مع مين في دور 32؟ هيلعب مع فلامبو البوروندي. فلامبو البوروندي هيلعب مباراه الذهاب في تنزانيا في دار السلام، يعني مش هيلعب على ملعبه، يعني هيلعب خارج ملعبه المباراتين. فنادي الزمالك اقترح على تحمل نفقات فريق فلامبو البوروندي، وانه يجي يلعب المباراتين في مصر، لان هو كده كده هيلعب كده كده يعني هيلعب كده كده بره ملعبه، فيلعب في تنزانيا، يلعب بقى في بوروندي، مش هيلعب بقى في بوروندي، هيلعب في رواندا، هيلعب في السودان، هيلعب في اي مكان، هو كده كده هيلعب خارج ملعبه ولن يستفيد من ميزه انه يلعب على ملعبه. فنادي الزمالك واداره نادي الزمالك خاطبت فلامبو او اداره فلامبو البوروندي لاقتراح ان هم يلعبوا الماتشين في مصر، ويتحمل نادي الزمالك كل تكاليف اقامه الفريق. وطبعا ده يعني انت كانك بدل ما انت هتسافر ومصاريف السفر لحد تنزانيا، انت بتوفر ده بتحطه في بند ان انت بتستضيف الفريق البوروندي وتريح الدنيا وهو يرتاح وانت ترتاح والماتشين يتلعبوا. طبعا ده تحرك من نادي الزمالك، فكره ان هو يوافق الفريق البوروندي او ادارته من عدمه يمكن ما يفرقش كتير مع نادي الزمالك. والله المباراه في تنزانيا اوكي، يبقى في 9 اكتوبر نادي الزمالك هيخوض مباراه مهمه جدا مع فلامبو البوروندي، وفي مباراه العوده نادي الزمالك يلعب في القاهره. في حاله موافقه فريق بوروندي على ان هو يلعب المباراتين في القاهره، اعتقد ان الامور بشكل كبير جدا تبقى يعني افضل للجميع، لان نادي الزمالك بلغه الارقام بالتاريخ بكل شيء ان شاء الله يكون فرصه في الصعود الى دور ال 16 او دوري المجموعات هي الاكبر في دوري ابطال افريقيا. ولعل طبعا كل الامنيات من عشاق نادي الزمالك في كل مكان في العالم ان انت بعد ما انت خدت دوري وخدت دوري وخدت كاس واحسن فريق النهارده موجود في الكره المصريه وحامل اللقب دوري وكاس، الكل اللي ينتظر الان الاميره الافريقيه بطوله افريقيا ان شاء الله مع فيريرا ومع مجموعه اللعيبه الموجوده والاستقرار الاداري اللي موجود في نادي الزمالك، ان شاء الله نادي الزمالك يذهب بعيدا في بطوله افريقيا. كل الناس بتتكلم على المنتخب، بكره منتخب مصر عنده اللقاء مع ليبيريا. وراجل فيتوريا دوت تصريحاته عجباني، يعني حاسس كده ان الراجل ده يعني راجل ذكي بيتكلم بعقلانيه مختلف، عارف هو رايح على فين، عنده حلم الوصول، بس هو التصريح بس ان هو جزم ان احنا هنلعب كاس عالم ان شاء الله. يعني احنا نقول ايه، احنا ثوابتنا وعادتنا وقيامنا وديننا لازم نقول ان شاء الله، يعني نقدم المشيئه ان شاء الله نلعب كاس عالم ونصعد كاس عالم، ويكون الراجل ده وش السعد علينا مع لعيبه منتخب مصر. طبعا كتير من لعيبه نادي الزمالك موجودين في منتخب مصر، منهم احمد فتوح اللي عنده اصابه، ولعل الاصابه طبعا يعني ان شاء الله تبقى اصابه بسيطه. الاشعه اثبتت ان هو عنده ثقل في العضلة الخلفية والتهابات مع الإجهاد. ليه الإجهاد؟ لأن أحمد فتوح واحد من اللعيبة الرجالة اللي لعبوا موسم، مش موسم بقى ده لعب مواسم وتلاحم مواسم من ساعة موسم كورونا. أحمد فتوح من أكثر اللعيبة اللي في مصر لعبت ماتشات الموسم اللي فات. زمالك ومنتخب مصر لعب مع منتخب مصر أفريقيا وتصفيات
وتصفيات كاس عالم يعني، وتصفيات امم افريقيا، ولعب كاس العرب زي ما قلت لكم، ولعب كاس افريقيا، ولعب مع الزمالك دوري وكاس وافريقيا فاللعيب طبعا يعني الله يكون في عونه. يعني بعد موسم كورونا الكل يعاني، الكل يعاني، واحمد فتوح طبعا بيعاني من هذا الامر، وان شاء الله احمد فتوح يعود سريعا سريعا قبل بدايه الموسم، لان احنا داخلين على موسم برضه صعب جدا. هيبقى في كاس عالم وهيبقى في اجنده دوليه، ولكن في نهايه الامر واحد من اهم اللاعبين في مصر، ولعل احمد فتوح مش عايز اقول ان هو افضل ظهير ايسر داخل افريقيا، لعيب كبير ومكسب كبير واحد افرازات قطاع الناشئين في نادي الزمالك. ده نتاج قطاع الناشئين في نادي الزمالك اللي بيطلع لعيبه محترمه، والنهارده شايفين احمد فتوح اهو لعيب كبير، سيد نيمار طالع اهو زي ما انتم شايفين، محمد طارق وحسام عبد المجيد وسيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وحسام اشرف، اللعيب الكويس جدا 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 اللي اعتقد لو خد فرصه حقيقيه بعد سيف الجزيري وبعد اي لاعب هيجيبه فريرة في المكان دوت ممكن برضو ينور ويكسر الدنيا، واسامه فيصل اعاره، يعني نادي الزمالك دائما وابدا عنده لعيبه هايله جدا. الزمالك برضو الخبر اللي جاي عندي ان هو يعود الى تدريباته الخميس اللي جاي، فريرة معدل التدريبات بتاعته هو عارف هو بيعمل كويس جدا، وانا بقول لكم امبارح اد العيش لخبازه، وفريرة هو احسن خبازينه زي ما بيقولوا، لان هذا الرجل بيعرف ازاي يدير فريق نادي الزمالك، كل الفرق اللي هو ادارها بيديرها بمعلمه وبحنكه وبمهاره وباحترافيه وبذكاء، وعنده ميكس كده اللعيبه تحبه وتهابه وتحترمه وتقدر اسمه الكبير، وفي نفس الوقت يتعلموا منه كل حاجه. احنا عندنا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى عندنا كنز اسمه فيريرا، يا رب يا رب يكون احد اهم الاسباب ان شاء الله في ان احنا نحتفظ ببطوله الدوري للمره الثالثه على التوالي، وان احنا ان شاء الله نفوز ببطوله افريقيا ونحتفظ ببطوله الكاس. خبر بعيدا عن نادي الزمالك ان اتحاد الكره يعلن القائمه الدوليه للحكام المصريين 2023، وهنا بنتكلم على ملف التحكيم اللي الكابتن صلاح اشار ليه. طبعا كان في اختبارات اجريت في استاد جهاز الرياضه، قائمه الحكام الدوليه جاءت كالتالي: حكام الساحه ابراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، امين عمر، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، شهند المغربي، ونوره سمير. الحكام المساعدون: محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، احمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبد الفتاح، يارا عاطف، منى عطله، جمالات احمد، منى حسن. حكام تقنيه الفيديو: محمود ابو رجال، طارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبد الرحيم، محمود الدسوقي، وفي الكره الشاطئيه هاني العراقي، احمد نوفل، وائل شعبان، ابراهيم محجوب. انا هنا هتوقف ثواني. الحكام، ودايما قبل كل موسم وقلت الكلام ده السنه اللي فاتت وهقوله السنه دي، الحكم الدولي او الغير دولي اللي بيحكم النهارده في الدوري المصري اصبح زي ما بيقولوا كده ايه، يعني تحت القمر الصناعي. يعني ايه تحت القمر الصناعي؟ يعني مش بس الكاميرات اللي بتذيع المباراه هي اللي جايباه، مش بس هي اللي جايبه القرار اذا كان سليم ولا مش سليم، مش بس الفار، مش بس المصور اللي بيجيب اللقطه بس لازم يجيبها من كل الزوايا زي ما بيقولوا، وكل المخرجين يمشوا بالسياسه واحده، هم طبعا اخواتنا وحبايبنا وزمايلنا، بس انا بتكلم على النهج الواحد، ما يبقاش كل اخراج مباراه بيتم بعنديات او بيتم بعبقريه المخرج او بكفاءه المخرج من عدمه، لا، المفروض ان في العالم كله ان الاخراج بيتم بمنهجيه بيخضع عليها الجميع، وده برضو اللي احنا اتعلمناه، بس يمكن في مصر بتبقى في اختلاف في الكفاءات. المصورين نلتمس منهم ان شاء الله ان كل الكادرات السنه الجايه تبقى واضحه للحكم وللجمهور، اما الحكم فهو كل يوم بعد التاني وكل سنه بعد التانيه وكل موسم بعد التاني بيتحط عليه السبوت اكتر، والنهارده كل حكم بيخاف على سمعته وعلى اسمه الكبير ولا يخضع لاي اعتراضات على الخط ولا يخضع لاي هجوم اعلامي عبر السوشيال ميديا او عبر القنوات، ولا يخضع الا لضميره، ولا يخضع الا لضميره المهني والاخلاقي. ليه؟ لانه في نهايه الامر هيبطل، هيبقى سيره، هيتقال والله الحكم الفلاني ده كان حكم هايل، كان حكم ما كانش بيعمل حساب لا للاهلي ولا للزمالك ولا لاي فرقه، ده حكم كان كذا وكذا وكذا وكذا، هتفضل سيره الحكم. علشان كده القائمه الدوليه اتحطت، باخاطب الجميع من حكامنا المحترمين
ان الموسم القادم وكل المواسم اللي جايه مع وجود الفار، الجمهور المصري النهارده اللي بيكشف كل حاجه بالصوت والصوره والدليل عبر السوشيال ميديا، ودي اصلا بقت زي ما بيقولوا ايه، بقت قنوات تلفزيونيه موازيه للي احنا بنتفرج عليه هنا في القنوات التلفزيونيه الفضائيه، بيخلي كل حكم النهارده وهو داخل المباراه داخل في اختبار حقيقي في اي مباراه. ليه؟ لان متشاف على جميع الاصعده. نتمنى كل التوفيق لحكامنا المصريين. هتكلم في الملف ده مع الكابتن احمد عبد الحليم، ايه اللي بيتمناه من حكامنا، من اخراجنا التلفزيوني، من استديوهاتنا التحليليه، من المنظومه الكرويه، من نادي الزمالك، من فريرة، من الفريق. كل ده هتكلم فيه بعد شويه في لقاء ان شاء الله يبقى لقاء ممتع مع الصريح جدا والخلوق جدا والمحترم جدا الكابتن احمد عبد الحليم في الزملكاوي بعد الفاصل. رحل عن عالمنا اليوم واحد من رموز نادي الزمالك وأحد أبرز لاعبيه خلال فترة الستينات، النجم محمد رفاعي. وقام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنعي وفاة محمد رفاعي صباح اليوم الاثنين، داعياً المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته. رفاعي تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك في أواخر عام 1959 وهو في 18 من عمره، بعدما لفت انتباه المدير الفني اليوغوسلافي إيفان، ولقب محمد رفاعي بالظهير الطائر منتزعا المشاركة أساسيا في مركز الظهير الأيمن بصفوف نادي الزمالك ومنتخب مصر من يكن حسين ملك التغطية العكسية. وكان محمد رفاعي ضمن كوكبة نجوم منتخب مصر المشاركة في دورة روما الأولمبية عام 1960، وتسببت الإصابة اللعينة في عرقلة مسيرته الكروية خلال مباراة القمة التي جمعت الزمالك والأهلي في عام 1963، حيث سافر إلى لندن لتلقي العلاج قبل أن يسدل الستار مبكراً على رحلته الكروية بعد أحداث عام 1967 برفقة عدد كبير من نجوم جيله. محمد رفاعي الرمز الخالد في قلعة ميت عقبة، سنفتقدك كثيراً ولكن لن ننساك أبداً. ضرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موعداً مع فلامبو البروندي في دور الاثنين وثلاثين من مسابقة رابطة دور أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2022-2023، واجتاز الزمالك عقبة إلكتس بورت التشادي في الدور التمهيدي للمسابقة، والفوز ذهاباً وإياباً بواقع هدفين نظيفين في كل مباراة، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة فلامبو في الدور المقبل. وسبق وأن واجه الزمالك الأندية البروندية في 6 مباريات سابقة خلال رحلته القارية، وكان لأبناء مدرسة الفن والهندسة الكلمة العليا. وحقق الزمالك الانتصارات في 4 مباريات على حساب أندية بروندي والخسارة في مباراتين. باكورة مباريات الزمالك أمام الأندية البروندية كان في ربع نهائي إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1985، ونجح بطل مصر في الفوز بنتيجة 5-2 في لقاء العودة بالقاهرة بعد الخسارة بهدف نظيف ذهاباً. وفي ربع نهائي البطولة ذاتها في عام 1986 خسر الزمالك ذهاباً أمام إنتر كلوب بهدف نظيف قبل أن يعود في لقاء القاهرة بثلاثية نظيفة يتأهل على إثرها لنصف النهائي. وفي دور الأبطال نسخة 2007 ينجح الزمالك في الفوز ذهاباً وإياباً بالدور الأول على حساب فيتال أو البروندي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، وكان فريق إيلت البروندي قد انسحب من مواجهة الزمالك خلال الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي نسخة 1999. الفارس الأبيض يتطلع لمواصلة تفوقه على الأندية البروندية خلال مواجهتي فلامبو في دور الاثنين وثلاثين من دور الأبطال بالنسخة الجارية، ومن ثم حجز مقعده المعتاد في مرحلة المجموعات. بقوله كان جامد كابتن جمال عبد الحميد. يا كابتن أحمد، ازيك الأول؟
شوف انا عندي ازيك الاول؟ ازيك يا ابو حميد؟ ازيك ازي صحتك؟ عشان في بروتوكول طبعا لازم يقدم الضيف. انا ارحب بالكابتن احمد عبد الحليم نجمنا الكبير، بس الجول دوت لما احنا شفناه كان جامد قوي كابتن جمال احمد. ما هو جمال، بص جمال هو في كده علامات في ضربات الراس في مصر. انا مثلا شفت الكابتن على ابو جريشه، ممكن يكون في حد قبل الجماعه دول. شفت الكابتن على ابو جريشه فتوقعت ان على ابو جريشه ده يعني فعلا ما كانش في حد زيه في ضربات الراس. وبعدين جمال عبد الحميد طبعا تسيد في الفتره اللي لعب فيها، تسيد. الحقيقه حاجه جميله، لان جمال كان بيستخدم دماغه يعني في اوقات كتير جدا وبطرق كتيره جدا. وكان بيعرف يتصرف، يعمل لك لوب بدماغه، يلعب كره جامده، يعني كان حتى بينوع في ضربات الراس بتاعته. صحيح. وبعدين كان في لعيب في نفس التوقيت، بس طبعا يعني برضو لعيب كبير قوي، كان بيلعب بضربات راس، جمال حمزه اللي هو عم جمال حمزه بتاعنا بتاع الزمالك، عم جمال الترسانه. في الترسانه ده كان الله يشفيه سعيد الجدي. في لعيبه كده علامات، وفي لعيب برضو يا كابتن برضو نذكره بكل خير، برضو كان بيلعب برضو كابتن محمد رمضان، ما هو لاعب يعني النادي الاهلي. بص والترسانه. انا بقول لك ان لا كان برضو كان هيدرز جامد. انما في ناس بقى يعني كانوا اخرهم الناس دي مصطفى محمد. مصطفى محمد. يعني نقدر نقول ان مصطفى محمد مثلا هو يعتبر يعني شويه الامتداد، لان برضو عمرو زكي برضو كان شويه كويس في الحته دي، برضو كان بيطلع ويحط دماغه. ده مره عمرو زكي جاب جون في امير عبد الحميد ماتش اهلي والزمالك لو تفتكر 4-3 كاس مصر. بس لا، عمرو زكي كان قوي. انا ساعتها وانا بتفرج على الماتش ده خبيت وشي، لان قلت عمرو زكي هيحصل له حاجه، هيتعور، هيحصل له حاجه، دخل بدماغه ولا فرق، مش هيتعور، هيحصل. لا هو طبعا عمرو زكي وحسام حسن، في لعيبه عبد الحليم علي وحسام حسن، في لعيبه كتير جدا لعبوا بدماغهم طبعا، ودي حاجه اساسيه في المهاجم. دي طبيعيه في المهاجم. لكن في مهارات بتبقى زايده شويه عند ناس. يعني جمال عبد الحميد طبعا كان لعيب يعني. مره كابتن جمال عبد الحميد حط واحده في غزل المحله، فاروق جعفر، دول كانوا بيلعبوا بدماغهم. انا شفت حسن شحاته بيلعب مره، كنا بنلعب الاتحاد السكندري في استاد القاهره في كاس اكتوبر، اول مسابقه رسميه لعبها انا يعني، فانا كنت بلعب وينج ليفت، فشفت حسن شحاته كان يوميا لعبنا الاتحاد السكندري وكسبناهم 4 في استاد القاهره، وكان الحارس بتاعهم الله يرحمه الكابتن عرابي، طبعا ده برضه حارس تاريخي للاتحاد. كابتن عرابي ده صد 5 ضربات. طبعا. بس الماتش ده حسن شحاته كان جايب 3 اجوال. كويس. وبعدين في كوره اترفعت، فانا واقف ورا كده وينج ليفت بقى، ما بقاليش في الاشتراكات دي، فمستني الكوره تسقط ولا حاجه. لقيت حسن راح طالع، كابتن حسن يعني طلع وراح لعب الكوره بدماغه، وراح وقع على وشه، فانا شايف الموقف. عرابي ساب الكوره، لان الكابتن حسن كان ساعتها جايب 3 اجوال، عرابي ساب الكوره وراح ضارب الكابتن حسن بوكس في عينيه. كويس. ومع ذلك حسن شحاته لعب الكوره. يعني هي كوره عاليه والاثنين طالعين فوق. فكابتن عرابي بيعمل بوكس عشان يشيل الكوره. ايوه. فجت في وش الكابتن حسن ما شحاته. اعرفش بقى اذا كان متعمد ولا مش متعمد، المهم ان هو بوكس لبس. فاللعيبه بعد ما حسن كابتن حسن جاب الجول بيفتكروا ان هو بقى يعني في دلع. قلت لهم ده ربنا يسهل يعني ويعيش يعني. والله ربنا يديله الصحه طبعا طول عمره. فقلبوا اللي انت شايف اكتر واحد شايف الاحتكاك لما قلبوا الكابتن حسن شحاته على النادي من الصفيه. يا نهار ابيض. فحسن كابتن حسن كبير، فاروق جعفر كان بينط من الثبات. ففي بالرغم ان الكابتن فاروق مش طويل قوي، بس ايه بقى بس بص، ضربات الراس بتبقى يعني في حاجه بتبقى اميز حاجه فيك. الناس اللي انا بقولهم دول اللي في الاول، جمال حميد وعلي ابو جريشه وجمال حمزه ومصطفى محمد، دي كانت بتبقى اميز حاجه فيهم. طبعا بيلعبوا كوره لانهم طبعا كلهم لعيبه دوليين وكلهم لعيبه محترمين جدا طبعا، فبيعرفوا يلعبوا بكل حاجه في كره القدم، انما اميز حاجه ضربات الراس. ايوه. واخد بالك ازاي؟ فدي كانت مميز طبعا جمال عبد الحميد بمناسبه الجول ده حاجه بس طبعا انت لسيتني، دخلنا على طول، لازم اقدم التعازي طبعا. طبعا طبعا. لسه كنت هقول لك لجمهورنا طبعا. في ناس، واحد من اللي انا اتربيت على ايديهم. انت اتربيت على ايدين الكابتن رفاعي؟ طبعا. الجيل بتاع الستينات ده كله احنا اتربينا عليهم يعني. انتوا جيتوا عليهم؟ طبعا. يعني لا، احنا كمان يعني حب نادي الزمالك وارتباطنا بنادي الزمالك من خلال جيل الستينات. يعني كان جيل مش طبيعي، يعني كان جيل مش طبيعي اللي هو جيل الكابتن حماده امام وكابتن عبد النصحي
بص يعني يعني انا كابتن عمر النور و... كابتن رأفت عطيه والكابتن ابو رجيله والكابتن احمد رفعت والكابتن حسنين والكابتن احمد مصطفى الله يرحمه وكابتن يكن. يعني بص ده انت عمر النور ابو رجيله بتاع ده كابتن الجوهري الكبير عبد المقصود الكابتن عمر النور الكابتن طه بصري الكابتن علي محسن الكابتن رفاعي. يبقى بص اقول لك مين ولا مين كابتن حماده طبعا طبعا بيزين هذه القائمه كان الايقونه امام حماده كان الايقونه كابتن يعني حماده امام كان ده الايقونه انا لما بقابل حازم بقول له على فكره انت طبعا لعيب كبير جدا انا بعشقك بس كابتن ابوك كان احسن. يا سلام طبعا حماده امام هو الستينيات يا كابتن كان في تلفزيون يعني ماتشات بتتذاع فانتوا انتوا حالفكم الحظ انتوا تشوفوا حماده طبعًا. امام طبعًا. كابتن حماده امام كلاعب كوره اجمد من حازم امام طبعا معلش لا قول لي رايك أنا الفني انا مجازا اصل حازم امام ده يعني لعيب اسطوري. سبب رئيسي من اسباب شعبيه نادي الزمالك كان الكابتن حماده امام في الستينيات طبعا ما هو ما يعني احنا انا ما ابتدينا نوعه وعينا على كره القدم في الستينيات. انا بتكلم ليه يا كابتن؟ لان التلفزيون 1960 ايوه فبدا يذيع ماتشات الزمالك والاهلي ايوه صحيح كده؟ طبعا لا كان بيذيع لا كان بيذيع تقريبا كل الماتشات بتاعت الزمالك والاهلي مع الفرق الثانيه ما انا بتكلم في كده الزمالك والاهلي مش بتكلم على الزمالك الماتش اللي بينهم لا انا بتكلم على الزمالك مثلا بيلعب مع الترسانه فالتلفزيون يذيع الاهلي بيلعب مثلا مع الاسماعيلي فالتلفزيون بيذيع. الشعبيه بتاعت حماده امام تضاعفت وتضاعفت شعبيه نادي الزمالك في التوقيت ده طبعا بسبب ان الناس شافت في التلفزيون طبعًا. كان عنده تلفزيون يعني بالاضافه للراديو من غير التلفزيون لا من غير التلفزيون كان شعبيه جارفه صنعها الجيل دوت بقياده الكابتن حماده امام. هو طبعا كان في ناس اقدم منه وكان في ناس طبعا يعني مش عايز بس ايه يعني انا مثلا الكابتن علي محسن ده كان بالنسبه لنا اسطوره اللي هو اللاعب الزمالكاوي اليمني عمر النور ده كابتن عمر النور ربنا يديله الصحه وطولة عمر. عمر النور ده انت ما في ثانيه تلاقي واحد عند الجون يعني ومرقص كل اللي قدامه وبتاع. انا بشوف الماتشات القديمه لا حتى الماتشات اللي كان ماتش واستهام اعتقد سريع جدا يا كابتن سريع جدا يعني بيخترق كده تحس يعني ما انا بقول لك الناس دي خلوا ارتباطنا بنادي الزمالك قوي جدا وكانت امنياتنا. وانا طبعا كنت ساكن في العجوزه فكانوا كلهم تقريبا ساكنين هناك يعني كلهم اغلبهم كانوا ساكنين في هذه المنطقه قريب من النادي طبعا فالارتباط زاد جدا بيهم يعني كابتن احمد رفعت الله يرحمه. بقول لك في اسماء كل ما هتقعد كده كابتن عفت كابتن فاروق سيد كل ما هتقعد كده هتتذكر الجار الكبير والجار الصغير بس الجار الصغير لعب معانا احنا انما انا بكلمك الكابتن الجار الكبير ده كان حاجه كابتن رفاعي طبعا كابتن شوقي حسين كابتن رفاعي بقى كان يعني ايه حاجه كده ايه تقدر تقول ايه مدافع على مهاجم على جزار على لعيب كوره كبير قوي حاجات كتير قوي ميكس. كابتن ياكن ده حكايه في كره القدم انت كنت بتكلم محمد صلاح دلوقتي عامل مكالمه مع محمد صلاح. محمد صلاح طلع مسك الباك رايت دي من ساعه ما لعب لغايه لما بطل محمد صلاح ده واخد بالك كان قبليه الكابتن ياكن فمحمد صلاح بقى اتعلم من الكابتن ياكن يعني كان بيشوف الكابتن ياكن بيلعب ازاي فطلع محمد صلاح بيلعب بنفس الطريقه. محمد صلاح ده برضه من الباكات اللي عملت شكل جديد للباك رايت كان باك رايت عصري ما انا بقول لك دماغه كلها كوره لا وبيهاجم وبتاع وبيهاجم وبيدافع كويس واوفر فاحنا الحمد لله احنا كنا محظوظين ان الجيل ده طلعنا عليه طلعنا على الجيل ده وانت قلت الجيل ده ما كانش بياخد حاجه وفلوس ومش فلوس وبتاع فكان ارتباطنا قوي جدا بيهم وتعلمنا منهم حاجات كتير جدا اتعلمت منهم يا كابتن اكيد الانتماء اتعلمتوا منهم ان انتوا تضحوا تلعبوا مع نادي الزمالك. لما جيت ابطل اتعرض عليا ان انا اروح العب في انديه لان انا بطلت عندي 30 سنه كنت اقدر العب ما كانش جسمي مثلا تخن ولا ابدا فقلت لهم لا انا ما اقدرش البس فانيلا غير فانيلا نادي الزمالك يعني ما اقدرش يعني واتعرض عليك اكيد وقتها طبعا طبعا انا مثلا نادي المقاولين عرض ده الله كابتن مايكل ايفرت الله يرحمه كان مسكنا وبعدين راح المقاولين العرب كان هيتجنن عشان اروح وكان بيكلمني والمقاولين كان ساعتها فيه فلوس واستقرار وبطل افريقيا لا بطل افريقيا وبطل الدوري يعني برضه ايه نادي كبير جدا فما رفضت كان عندهم جول جامد قوي بيل انطوان بيكلمني انطوان بيل انطوان بيل وعبد الرزاق ويعني كانوا حاجه بس انطوان بيل ده انا يعني وانا صغير كده لحقته شويه يعني كان حارس مرمى عظيم جدا وكان حدوته في الدوري المصري بس كان معانا ملوش حظ مع الزمالك يعني والله طبعا يعني اول المقاولين معانا يمكن انا مش فاكر غير يمكن مره بس سنه 77 اول ما طلعوا الدوري الممتاز كسبونا مره
يعني انما هما كان حظهم مع النادي الاهلي كويس؟ طبعا طبعا هما تيم كان، بس التيم ايه يعني؟ الماتش الزمالك والمقاول العرب ده كنت تطلع من الماتش حاسس ان انت يعني ايه في ماتش ملاكمه قوي جدا كان موجود. لان اسمائهم هما شيشيني كلاعيبه طبعا كلاعيبه بقى شيشيني وجمال سالم والله يرحمه نصر محمد علي ده كان مفيش زيه، كان حريف كابتن طبعا وعين. انا بمناسبه يعني احنا طبعا يعني مشينا شويه خلينا ندردش الاجيال. يعني انت قلت الترسانه مثلا، كنت تحب تقعد تتفرج على الشاذلي، كنت تروح نادي الترسانه عشان تتفرج عليهم في التمرين. يعني انت تعدي ال 26 يوليو عشان تخش الترسانه؟ كنت بروح اتفرج على التمرين على التمرين بتاع نادي الترسانه عشان اشوف الشاذلي ده بيشوط الكوره ازاي. وانت احمد عبد الحليم؟ لا كنت لسه صغير. لا كنت لسه صغير واخد بالك، بس الشاذلي ده كان حاجه يعني الشاذلي مصطفى رياض ده كان حكايه. الفتره دي بتاعت الستينات دي ولغايه لما الحرب قامت احنا اتفرجنا على لعيبه يعني اسطوريه، لعيبه يعني بصراحه يعني لعيبه جامدين قوي بصراحه. بس انا هسالك سؤال، في الكوره اللي خد فيها الكابتن حسن شحاته البوكس ده هو كان طالع الدور الكام؟ حسن شحاته انا بقول لك يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يديله الصحه. بس انا بسمع حاجات غريبه عن الكابتن حسن. بص يا احمد، بيعمل دبل كيك مثلا، ممكن مثلا يطلع مثلا مترين فوق تحس بيه، يعمل دبل كيك مثلا لما كان بيلعب. كابتن محمد صلاح قال لي كده مره، بقول لك تحس بيه، قال لي ممكن يطلع فوق يعمل دبل كيك يبقى 2 متر فوق كده. تحس بيه وانت بتلعب معاه. يعني وانت بتلعب معاه او انت بتلعب جنبه يعني الامكانيات اللي هو انت لعيب كوره زيه في الملعب. بس هو تحس ان مثلا هو اصغر من يعني مثلا انا، هو اكبر مني. يعني كابتن حسن اكبر مني. بس انا في اوقات بحس ان انا كهل بالنسبه له. واخد بالك ازاي؟ وبعدين ما شاء الله في كل حته في الملعب ما شاء الله، اي مركز بيلعب فيه بيأدي فيه بنفس يعني. بس ممكن انت ايه دلوقتي في لعيب احنا اللي قاعدين بنتفرج، اصل يا جماعه فلان قل شويه عشان اتغير المكان بتاعه. صح؟ مش ده بيحصل؟ يعني مثلا مش مكانه بالظبط، مش عدلته يعني، مش عدلته. الكلام ده يعني انا لما اجيب راجل بيلعب راس حربه فيرود واروح ملعبه ليبرو ويأدي بنفس يعني احنا مره بنلعب المصري، والمصري بقى كان ساعتها كان هو يعني المنافس الاول للدوري. كان مدربهم بوشكش ومعاهم فرقه حاجه يعني رهيبه. والماتش ده موجود هو حتى في المكتبه، الماتش ده في استاد القاهره، جمهور المصري قد جمهور الزمالك جاي من بورسعيد. استاد القاهره مقسوم نصين كده، جمهور المصري قد جمهور الزمالك. وحسن شحاته لعب ليبرو. كان تقريبا ابراهيم مصاب، ابراهيم يوسف الله يرحمه، فلعب حسن شحاته ليبرو. كسبنا، هو اللي جاب الجول وكان بيبطل، وقف الكره على صدره وراح شايطها، وهو كان يعني حتى كمان وهو بيلعب ورا يبدا لك الهجمه يمشي يعني في حاجات كده. هو بيقول لك كابتن حاسس حتى لما الكره كانت بتبقى تحت رجله هو عينه فوق. ما هو دي ما يبصش، ما يكفيش كده تحت. اختلفت انا وبعض الاصدقاء في كره القدم يعني زمايلي. كنت اقول لهم يا جماعه كلما زادت الرؤيه، مساحه الرؤيه للعيب الكوره، كلما كان لعيب مميز قوي. لان انا مساحه الرؤيه بتاعتي كانت بالنسبه لي ان انا من الشخصيات اللي كانت دايما تبقى بتبص باصه في الارض. ممكن يكون كان بيأثر على لعبي شويه. انما حسن شحاته عمره ما بص للكوره. دي يعني بيلمسها كده وماشي كده. فالمساحه بتاعت الرؤيه الكوره تحت رجله لا بتطول ولا حاجه، وهو عارف 50 متر ولا 60 متر العرض بتوع الملعب شايفهم. فبيعرف يطلع الكوره تبقى فين، واخد بالك ازاي؟ فطبعا دي برضو امكانيات وقدرات برضو كانت ايه ما شاء الله يعني. فاحنا لو اتكلمنا هنجيب مثلا انت طه بصري ده الله يرحمه، لما كنت تشوفه هو ماسك الكوره يعني تحس ان في راجل شيك قوي في الملعب الله يرحمه. ضربات الراس كمان في طه بصري كانت مش طبيعيه. الشوط، ما انا بقول لك في حاجات كتير جدا. ابراهيم يوسف يا كابتن كان لاعب عظيم. ابراهيم يوسف كان بيلعب بدماغه رائع، كان لاعب عظيم. بس ابراهيم ده بقى بص كوكتيل من كل حاجه كويسه، كوكتيل من كل حاجه كويسه، كل حاجه كويسه. واخد بالك يعني ليبرو مثلا، احنا ما كناش بنلعب ثلاثه، كنا بنلعب 4-4 4-4 4-2 4 او 4-3 3. وفي اخر ما يعني السنين اللي انا لعبتها 4-4-2. ايوه، انما 90% من لعبنا كان 4-2 4 او 4-3 3. نعم، فما كانش فيه ليبرو. بس ابراهيم يوسف كان بيلعب ليبرو للخط بتاع الدفاع كله. مغطي مساحه 50 متر وبياخد الكوره يقطع لك بيها 30-40 متر.
وطبعا ما بترقصش. ما بترقصش؟ لا ما بترقصش. ما العيله دي بتاعت يوسف دي، قال يوسف دول كابتن سيد يوسف وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن ابراهيم يوسف، ما بترقصوش. سيد سيد يوسف بالمناسبه كان ليبرو برضه في الترسانه، كان بس كان ايه يعني لما تخش فيه تلتحم فيه كنت تحس ان انت خبطت مثلا في 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 جدار اسمنتي. ما شاء ربنا الله. يكرمه ويديله الصحه يعني. اللي خد منه الوراثه دي اسماعيل يوسف. اسماعيل من اللعيبه الايه، طبعا اسماعيل يوسف لعيب كبير، بس بقى كمان يا ويلك لما تلتحم معاه، هياخدها منك هياخدها منك. فهم عيله كمان يعني، كانوا المميزات كانت عاليه جدا فيهم. فطبعا ابراهيم كان قصه، كان حكايه، كان اسطوره. هي ايه يعني الحكاوي في الحاجات دي كتير قوي. هي اجيال يا كابتن. علي خليل كان سابقنا او سابق عصره بسنين طبعا، لان احنا كان الله يرحمه الكابتن نجيب المستكاوي كان يقول لك الكره الانزراعيه، يعني كل واحد بيلعب في مكانه. برضو ايامها كده يعني. انت ملتزم بحتتك، مفيش الحريه، يعني مفيش التغيير كده، الحاجات اللي بتتعمل دي، التدوير، حاجات كده. علي خليل ده كان في الملعب يغير اتجاهاته، فطبعا وانت بتلعب وراه مثلا عشان تلعب له الكوره كان صعب قوي تغير جسمك عشان تلعب له الكوره. يعني برضو ايه، هو بيجري كده راح مغير اتجاهه الناحيه الثانيه، فانت ماشي بالكوره عشان تعدل جسمك وتلعبها له كان صعب جدا. اخره هو ده الكره الجديده، الكره اللي هي اللي بتتلعب دلوقتي. ايوه واخد بالك، فكان سابق عصره طبعا، السرعه والقوه وعمل اللعبه دي اسمها ايه مش عارف، مش فاكرها دلوقتي، اللي هي بيفوت رجله من على الكوره دي، العجله دي العجله دي اللي هي اللي هو كده سيزر. ايوه سيزر. اللعبه دي بعد كده حطوها في كتب كره القدم وفي التعليم بتاع المهارات، سيزر. انت بتقول العجله، احنا بقى كنا بنقول العجله. كابتن توتو الله يرحمه، نجم طنطا الاسطوري واللاعب في النادي الاهلي. واحنا صغيرين في نادي طنطا كان يقول لك العجله، ايوه تعملها كده، تعدي كده، تشيل الكره. العجله دي بقى اللي مدحها علي خليل. كابتن علي خليل طبعا اول واحد عملها. بقول لك كان بالنسبه لنا حاجه غريبه جدا ان لعيب يمشي رجله كده من على الكوره، وبعدين راح مطورها. انت بتفوت رجلك مره وبتاخدها برجلك يعني، أيوة. تمشي اليمين وتاخدها مره واحده، انما هو كده وكده، هو راح عاملها بعد كده مرتين وعملها ثلاثه. يعني ما انا بقول لك في تطوير من غير ما حد يعلمه. ماتش الاهلي والزمالك طبعا كان كابتن علي خليل بالنسبه لمدافعي النادي الاهلي هو همهم الاكبر طبعا. الاهلي والزمالك طبعا بالنسبه لاي حد كان لاي حد، علي خليل كان هم لاي حد بصراحه يعني. فروي طبعا. وانا انت بس انت بتجرني كده في اسماء عشان ما انساش بس ومحدش والله ما جريتك والله. انت كلامك جميل. لا وبعدين خلي بالك كلامك ده انت بتتكلم على شعبيه نادي الزمالك ملهاش علاقه لا بجيل ولا باتنين ولا باسم ولا اتنين. انت احنا لو قعدنا نتكلم هنقعد لحد الفجر لحد بكره. ما انا بقول لك يعني الواحد مر عليه اجيال، وانا كنت لعيب يعني انا لعيب كوره، بس بقعد اتفرج واتبسط من زمايلي او من الناس اللي سبقونا او من بعدينا كمان. لما حماد عبد اللطيف مثلا جه عليكم مثلا بقيت الحاوي بقيت بستنى لما الكوره مثلا، قاعد بتفرج وانا مسافر، ما انا سافرت بعد كده بقى يعني سافرت في الامارات، فكان الماتشات بتاعت الزمالك استنى عشان حماد عبد اللطيف الكوره تجيله. ما هو يا سلام. طبعا اللي استلم منك الراي زي ايوه طبعا. ما انا برضو يعني انا من الناس اللي بحب كره القدم، بحب اللعيب الممتع. انا كده يعني. فلما هو طلع لسه صغير وانت شفته وانت الواد ده هيبقى العب بقى كمان يعني، طلع العب مننا بقى. ايوه ما انا بقول لك اهو بيكلم الكوره كابتن حماد عبد اللطيف. اكيد هو وهو صغير اتعلم مننا اكيد طبعا، بس طور. وانا بقول لك في حاجات لغايه لما توصل بقى لحازم امام وشيكابالا بقى مثلا. يعني انا ببقى سعيد جدا لما شيكابالا يبقى موجود دلوقتي في الملعب. وانا سعيد جدا بان شيكابالا ده اللي الحقيقه يعني اللي الحقيقه اتظلم دوليا. اتظلم دوليا طبعا مع ان يا كابتن وما زلت مصمم مع ان يا كابتن معلش انا اسف يا كابتن. شيكابالا اتظلم دوليا في وقت التوهج لمنتخب مصر. هو ده 2006 2008 2010 وفي وجود الكابتن حسن شحاته المدير الفني. هل الكابتن حسن شحاته ظلم شيكابالا كلاعب دولي؟ ما تضطرنيش ان انت تدخلني في حاجه. انا بقول لك انا زعلان عشان شيكابالا ممكن يكونوا هم اتظلموا وممكن يكون ظلموا خد بالك. لا ظلموا نفسهم. ممكن يكونوا اتظلموا شيكابالا وجمال حمزه واحمد حسام ميدو الثلاثه دول طبعا ثلاث مواهب غير عاديه طبعا في التوقيت ده طبعا. ما هو ده السنين اللي هي سنين توهجهم.
فشيكابالا النهارده اللي بيعمله ده، اللي بيعمله ده في سنه ده، انا يعني انا في كل مره اقعد اقول يا جماعه انا بشكر شيكابالا وبشكر اللي وصل شيكابالا لده. لان شيكابالا بقول لك ازاي يا جماعه منتخب مصر ما بقاش فيه موجود ده؟ لان انا اول مره شيكابالا يجي الامارات جه في دوره اسمها الدوره الدوليه بتاعت نادي الوحده، كانت لمواليد 84 وهو مواليد 86. يعني هو اصغر من الفرقه اللي بتلعب بسنتين. انت قلت لي القصه دي. خلاص يوميها حتى الشيخ سعيد بن زايد الله يديله الصحه وطوله العمر قال لي يا كابتن الراجل ده مزور، هو اصغر. هو اصغر، قلت له على فكره ده اصغر من اللي بيلعبوا بسنتين. راح قايل لي ايه؟ قال لي ده احسن لعيب انا شايفه في حياتي، في حياته. ولما راح لعب مع النادي الوصل برونو ميتسو ده قال لك من احسن اللعيبه اللي شفتهم في حياته. فالولد ده يعني انت بتزعل لما بتيجي تتكلم على شيكابالا. بس بقى بتزعل لان ده كان لازم يكون في مكان تاني خالص، لازم المتعه بتاعته دي كان العالم يستمتع بيها. بالظبط، مش احنا بس. انا بقول لك مش المنطقه العربيه، مش القاره الافريقيه، هو بصراحه يعني مش مصر. بسم الله ما شاء الله، يعني في سن ربنا يوفقه ويفضل يلعب على طول. انا سعيد جدا بادائه اليومين دول، وبعدين كمان بالمنتاليتي بتاع شخصيته. ان هو كانه مدرب جوه الفرقه، قائد، مهم اللعيبه كابتن. مهم قوي قوي. اصل في ناس اللي بيقللوا من قيمه العمل، بيقللوا من قيمه العمل. بمعنى يعني مثلا تشكيك في الدوري بتاع الزمالك السنتين دول، اللي يقول لك الحكام في استوديو مثلا، واحد بيسال واحد بيقول له هل الزمالك خد الدوري باخطاء الحكام؟ هل ده سؤال؟ ده انت شفته على الهوا يعني؟ طبعا طبعا ده سؤال. ده سؤال المذيع بيقوله. انا ما برضاش اطلع انتقد حد، عشان انما في حاجات يا جماعه عيب. يا جماعه الزمالك احسن فرقه السنه دي. انا اسف يا كابتن، معلش. ده برنامج غير فئوي؟ في برنامج رياضي. يعني برنامج رياضي طبعا. في قناه في قناه عامه في يعني. قناه رياضي. ايوه مش في قنوات منافسه يعني. لا 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 لا, لا, لا. يعني ده سؤال اتقال له كده؟ قنوات المنافسه ماليش علاقه بيها، لان دي منافسه. لا، ومن حق كل نادي في قناه فئويه ان هو يتكلم عن ناديه، مفيش مشكله. بالظبط. لا، انا بتكلم عن حاجه، السؤال كان كده بالظبط. يعني ما سؤال قال له هل الزمالك خد الدوري باخطاء الحكام؟ هل اخطاء الحكام ليها دخل في فوز الزمالك بالدوري السنه دي والسنه اللي فاتت؟ يا نهار ابيض. كابتن جمال الغندور طبعا رد قال لك لا 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 لا، ده احنا لازم نجيب كل الاخطاء اللي استفاد منها الفريق، الفرق كلها، والاخطاء اللي كانت ضد الفرق كلها عشان نقيم. فالكلام ما ينفعش. موضوع الجزيري ده اللي الدنيا مقلوبه بسببه، واخد بالك ازاي؟ يا جماعه في ايه؟ راجل كان اعاره عندنا وخدناه، اشتريناه، والاتحاد الدولي قال لنا خدوا. هو ايه ممنوع الزمالك ياخد الدوري يعني ولا ايه؟ الزمالك السنه اللي فاتت هو افضل فرقه في الدوري. انت وكانك احنا مش بنقول ان انت بتنتقد او بتهاجم، لا، احنا مش ده منطقه الحوار. انا بتكلم على النصايح او الامنيات اللي عند الكابتن احمد عبد الحليم في المشهد الرياضي او الكره والمصري على المستوى التحكيمي والاعلامي والتحليلي بصفه عامه. هو بص يا ابو حميد، لو هتتكلم على التحكيم، اتحاد الكوره مشكورا جاب راجل اسمه جلاتينبرج، مش كده؟ ده راجل اجنبي، راجل انجليزي، انجليزي، وبالتالي ملوش ميول. صح. طب ده مهم جدا، انا لازم معلش كابتن اقطعك. يعني بعد قليل في فيديو للمصري المرتضى منصور للرد على الاكاذيب والشائعات في ملف سيف الجزيري وجنش، ده مهم جدا. رئيس نادي الزمالك يطلع بنفسه صوت وصوره في فيديو، يطلع يتكلم في القصه دي. انت عارف انا اللي عاجبني يا ابو حميد؟ والله العظيم بجد اللي عاجبني ان النادي والاداره دي شغاله ايه؟ ملهاش علاقه باللي بيحصل. قولوا واعملوا، احنا ماشيين في الاتجاه بتاعنا. خد بالك الموضوع ده كان زمان احنا كنا نقول ايه؟ يا جماعه المشاكل هتتصب على التيم، هتبان على الفرقه، صح ولا لا؟ صحيح. دلوقتي ولا حياة اللي ما انتوا نادي. اعمل اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. انا في شغلي هعمل اللي انا عايزه وهوصل للي انا عايزه. واخد بالك؟ ده شيء على فكرة جميل جدا وشيء محترم في الإدارة. نعم. واخد بالك؟ هطلع دافع عن المستشار مرتضى، هيطلع يقول ومش هيقول حاجة يعني فيها افتراء، ده هيقول وثائق. عنده وثائق هيقولها. مستندات. ما انا بقول لك وثائق مستندات. ادله، مستندات، براهين. واخد بالك؟ ولو ان انا برضو يا جماعه الدوري ده اتاخد بعرق وبجهد، ناس اشتغلت وتعبت وطلع
طلع عينها فيه خلاص، من اجهزه فنيه ومن لعيبه ومن اداره. كابتن احمد واخد بالك، كابتن احمد ده مش اي دوري. كابتن احمد انت فزت بالدوري بمجموعه من، مع كل الاحترام، بمجموعه من الناشئين مطعمين بمجموعه من الخبرات في ظل عدم قيد، في ظل ان رحيل كاترون، جبت مدير فني جديد، موسم انتخابات للنادي، مفيش قيد، انديه تانية مستقره تماما، سكواد عظيم هنا وهنا، ملايين اتدفعت هنا وملايين اتدفعت هنا. نادي الزمالك عمل موسم، ده موسم اعجازي. هو ده، خد بالك بقى، وده السبب الرئيسي، ده السبب الرئيسي في الزوابع اللي بتحصل دي كلها. ان ازاي لما واحد عاقل بس، لما اقعد يتكلم بس عاقل كده، يا جماعه ازاي التيم ده اللي بالعكس مش ما جابش، ده مشي منه لعيبه، مشي منه نجومه، مشيوا، استطاع ان هو يفوز بالدوري، دي اللي مجننه ناس كتير جدا. طب امال لو الامور بقى استقرت واللعيبه والنادي ده جاب صفقات، خد بالك هيعمل ايه؟ فانت الناس بتحاول انها تهدمك عشان ما تعملش. لكن اللي انا بقوله لك ايه؟ قول اللي انت عايزه، انا شغال في طريق هعمل اللي انا عايزه. واخد بالك؟ الكلام اللي انت بتقوله ده انا واحد من الناس في الاستوديوهات هنا كنت بقول يا جمهور الزمالك لو سمحتوا الفرقه السنه دي ممكن تطلع في مركز مش كويس. انت قلت ده في الاول. طبعا. كان بدري شويه. طبعا. كان كارترون مشي. طبعا. ولسه فيريرا ماسك. طبعا. وحصل دروب في ماتشين كده كان انبي والجيش اعتقد حاجه زي كده، والبطوله بتاعت الكاس، كاس الرابطه كانت كارثه دي، حاجات كتير جدا حصلت خلتنا نتشائم شويه بس او واقعيا كانت الفرصه بعيده بس شويه. بس احنا ناس بقى بتوع حق، احنا بنقول مش بنقعد لا ومش عارف ايه والفرق لا 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 لا. قلنا يا جماعه عشان تبقوا عارفين، فجاه، هي مش فجاه، هي برضو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول وبالمجهود بتاع الناس. صحيح، بالمجهود بتاع الناس، ما نغفلش مجهود الناس اللي اتعمل. ما اطلعش اقول النهارده ان فيريرا ما عملش حاجه، واللعيبه والجمهور والحظ هو اللي كسب الزمالك. ما ينفعش اقول كده. ولا تقول التحكيم مساعد الزمالك. يا اخي الزمالك كان بيلعب في 80 متر. لو حد فني بيتكلم يجي يتكلم معانا كوره، مش يبقى كلام كده وخلاص مرسل. الزمالك كان بيلعب في 80 متر، 80 ثلاث خطوط بتوعه كل خط في وادي. الزمالك دلوقتي لعب الفرقه، بص اتفرج على الفرقه في اي وقت، في اي وقت شوف الـ 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 المسافه اللي بيلعبوا فيها الفرقه، هتلاقيها 20 30 متر. تيم نادي الزمالك بقى مترابط، تيم نادي الزمالك بقى مترابط، الراجل بيلعب باي حد، بس اي حد بينزل الملعب عارف هيعمل ايه. يعني هاتوا كده يا جماعه معلش، والكابتن احمد بيتكلم، هاتوا مثلا الجون اللي احنا لسه زعينه من شويه بتاع الجزيري، الجون الثاني في البنك الاهلي ده مثلا. يعني ممكن اخش لاداره النادي اقول لهم يا جماعه السنه دي، لا اداره النادي تقول له اطلع زي ما تطلع، احنا مساندينك، مش عايزين منك حاجه، اشتغل زي ما انت عايز. صح الاداره كانت بتقول له كده. ايوه الراجل شغال، اشتغل تحت راحه نفسيه غير طبيعيه. انا كمدرب ما ينفعش انا اروح اتعاقد معاك تقول لي لو ما خدتش الدوري همشيك. هتحط تحت ضغط غير طبيعي في العمل. وانا بقى ايه، بص الحاجه اللي تنرفزني قوي، تجديد الثقه في احمد عبد الحليم، تجديد لما يجي يقول لك ايه تجديد الثقه في فلان، معناها ان الثقه اتزعزعت. يعني ما تحبش انت الاسلوب. لا 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 لا, 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 لا. انا دايما يعني ايه، دلوقتي نادي الزمالك لما جابوا فيريرا ده الدعم غير طبيعي من الاول، اعمل اللي انت عايزه واحنا في ظهرك، اوقف ما تلعبش. احنا مش في ماتش لقينا زيزو وبن شرقي ما بيلعبوش. ماتش الاهلي والزمالك طلعهم شوط تاني خلاص. كان ممكن انا قلت الراجل ده اللي بيعمل، قلت له انت هتخرب بيتنا مثلا، انت يعني انت لا. وبعدين نيمار في الملعب، سيف جعفر في الملعب، حسام عبد المجيد نزل، اعمل اللي انت عايزه، الاهلي وزمالك اعمل اللي انت عايزه، والاهلي يعني الاهلي لو كسب يركب الجدول طبعا، وهو ولا في دماغه مش كده. اعمل اللي انت عايزه. طيب انا لما انت بتقول لي كمدرب، لما الاقي الدعم والمسانده، هذه المسانده، وانا راجل بقى اساسا برضو، انا راجل مدرب كويس طبعا، يعني فيريرا راجل بروفيسور طبعا، وله تجربه جيده جدا مع نادي الزمالك ومع نفس مجلس الاداره او برئاسه المستشار المقتدى. صحيح. الدوري والكاس. صحيح. صح. يعني احنا عارفين امكانيات الراجل طبعا، وخد راحه غير طبيعيه في فرقه السكواد بتاعها قليل جدا. كويس. الراجل اشتغل وطلع افكاره،
ما يجيش، ما ينفعش انا النهارده اخفز بيه الارض واقول لا ده اللعيبه والاداره لا لا لا، في مدرب، في جهاز فني، الاداره لها شغلها الغير طبيعي، الجمهور له راي وله دخل 1000000%، انما الراجل المدير الفني ده اثر تاثير ايجابي وخلانا كلنا نثق في التيم واللعيبه تثق في بعضها وتثق في الجهاز وتثق في الاداره. اقول لك انا، معلش يا ابو حميد اتفضل، انا كلاعب كوره لما معلش في فترات لما كان الناس بتطلع تقول لك ما عندناش فلوس والنادي مديون مش عارف بكام مليون جنيه، طب انا كلاعب كوره ليا مستحقات، ما انا هقول له مش عايز العب، مش هنزل التمرين خلاص بقى، وكانت في لعيبه ما بتنزلش التمرين فعلا. انما دلوقتي اللعيبه، انا واثق ان كل اللعيبه ما فيش لعيبه لعيب له مليم. صحيح. طب ما ده هو ده الشغل الاداري. ده الشغل دي الاداري، الاجواء اللي هو بتتوفر للعيبه بالظبط اللي على اساسه بتفضي له دماغه يلعب كوره بس. انما الشغل الفني ان الترابط بتاع اللعيبه، ان انا اغير وابدل واعمل اغير طريقه انا لغايه دلوقتي الناس بتختلف في جميع، وانا واحد منهم. الزمالك بيلعب ايه؟ 3 4 3 ولا بيلعب 3 ولا 3 5 2؟ بص تبقى قاعد في التشكيل كده، يا ترى مين اللي هيلعب على اليمين ومين اللي هيلعب، عبد الغني هيلعب فين؟ صح. سيد نيمار هيلعب على اليمين قدام ولا في النص ولا باك؟ المسلوسي لما بينزل 90% من وجوده بيبقى موجود جوه، ما بيبقاش على الخط، واخد بالك ازاي؟ ففي حاجات كتير جدا برضو الجهاز الفني عملها يا جماعه. طب في دقيقه كابتن احمد برضو، السؤال انا سالته لك يعني، ايه اللي انت بتتمناه على المستوى الاعلامي التحليلي التحكيمي الموسم اللي احنا داخلين عليه دوت؟ بص على المستوى الاعلامي التحليل كرة القدم، تحليل كرة القدم في ناس طبعا انا بحب اتفرج عليهم وبحب اسمعهم، ماشي ده طبيعي طبعا. بس في ناس برضو ما بحبش انا الاتجاهات، يعني ناخد اتجاه ان الزمالك وحش النهارده كلنا نقول الزمالك وحش، او الزمالك كويس كلنا نقول الزمالك كويس، لا قول الحق، قول الصورة اللي قدامك، واخد بالك ازاي؟ ده بالنسبة للاستوديوهات التحليلية. المذيعين كان مايكل ايوب عامل فيديو بيذيع الكابتن الله يرحمه علي زيور ومحمد لطيف وبتاع، ليهم انتماءات احنا عارفين، كمان التعليق المعلقين التعليق، انا قصدي التعليق المعلقين، انا عارف انتماءاتهم. يعني مين مش عارف علي زيور؟ كان مدير الكوره في النادي الاهلي طبعا، بس اتفرج عليه وهو بيذيع، اتفرج على ميم الشربيني وهو بيذيع، ميم الشربيني ده نجم النادي الاهلي، عظمه تحب تقعد تتفرج عليه، علي زيور عظمه، حماده امام عظمه. انا دلوقتي بشوف بقى الانتماءات، كابتن حسين مدكور الله يرحمه، بقول لك حاجه يعني، كابتن علاء الحمودي، كابتن محمود بكر الناس دي، ابراهيم الجويني، كابتن ابراهيم الجويني، حببوا الناس في انها تتفرج على الكوره. ايوه كابتن محمد لطيف طبعا، نفس المذيع ما يكرهش الناس، انت بتذيع للناس كلها، ما بتذيعش لنادي معين، ما بتذيعش للاهلي، ما بتذيعش للزمالك، انت عايز تقول اتعلموا من الرواد دول، ذيع للناس كلها، خلي الناس تبقى عايزه تقعد تتفرج عليك، عشان انت بتدي. وبرضه ده ما يمنعش مثلا ان في ناس يعني مثلا بلال علام ده انا ببقى سعيد جدا وانا بتفرج عليه، ان هو بيذيع الزمالك زي ما بيذيع الاهلي، بيعلق على الزمالك زي ما بيعلق على الاهلي، انا بقول لك اهو، واخد بالك ازاي؟ ولو ان انا عارف انتمائه، ان انا برضه ببقى قاعد سعيد جدا باذاعته، ان هو عنده الطبخه بتاعه زمان او الميكس بتاع زمان اللي عند الرواد دول. ده بالنسبه للمعلقين. طبعا اصل احنا عندنا ايه، بص احمد يا جمال، انت راجل، احنا قربنا خلاص، خلاص لازم اختم بس اتفضل. لا خلاص يبقى بقى مره تانية نقعد نتكلم، اصل انت خدتني في الاول على اللعيبه والبتاع فسبتنا امبارح الماتش، بس في حاجه وجيزه كده، الماتش امبارح برضو من الحاجات الجميله جدا ان انا بصيت لقيت ان تيم نادي الزمالك كل الناشئين بتوع نادي الزمالك اللي شفناهم بيلعبوا في الماتش امبارح، دي حاجه اجمل حاجه في الماتش. طبعا المكسب كسبنا رايح جاي وصعدنا لدور ال 32 وان شاء الله هنصعد لدور المجموعات، فانا ببارك لنادي الزمالك واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. ان شاء الله، وانا ببارك لك كابتن احمد، ونورتنا ونورت زملكاوي كالعاده. تسلم يا ابو حميد، الله يخليك. كان معانا كابتن احمد عبد الحليم نجمنا الكبير في قناه نادي الزمالك وفي برنامج زملكاوي. اطلع الفاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض زملكاوي. ورسالة للسيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، احنا من حقنا كجماهير الزمالك نعرف اللي بيحصل لنادي الزمالك ده بيحصل ليه، وايه سبب ان المشاكل اللي حصلت لنادي الزمالك في التوقيت ده بالذات،
بعد ما الزمالك وقف على رجله ورجع سيادة المستشار تاني للإدارة، وابتدى الزمالك ياخد بطولات وابتدى يعمل صفقات وابتدى يرجع تاني بفخامته زي الأول. احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل لنادي الزمالك ده، وليه بالظبط، ليه المحن المقصودة دي بالظبط، ليه في التوقيت ده بالذات، ليه ما ظهرتش قبل كده أيام اللجان. احنا بندعم سيادة المستشار ضد الفساد، وبندعم كل مواقفه، وعايزين اللي لو حد ليه حاجة عند نادي الزمالك يطلع يقول انا ليا كذا بالمستندات، زي ما سيادة المستشار طلع بالمستندات الرسمية وقال ما حدش ليه عندنا حاجة. احنا ان شاء الله بندعمك يا سيادة المستشار، نادي الزمالك هيفضل نادي كبير وعظيم، وان شاء الله كلنا معاك وفي ظهرك بإذن الله. انا محمد الشافعي، رسالة مني لسيادة الرئيس الأب الإنسان عبد الفتاح السيسي، نرجو من سيادتك يا سيادة الرئيس تدخل لحماية الزمالك ونادي الزمالك من بطش المدى وممدوح عباس اللي كانت فترة رئاسته سنوات خراب لنادي الزمالك. نرجو من سيادتك التدخل لحماية نادي الزمالك من المدعو ممدوح عباس، وكل الشكر والتقدير لسيادتك للمرة الثانية والثالثة والألف. نرجو تدخل من سيادتك لحماية نادي الزمالك من بطش ممدوح عباس. من يحمي ممدوح عباس حضرتك؟ مين يحمي ممدوح عباس؟ مين بيحميه حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي علي حمزة، علي عبد العال من محافظة الأقصر. بشكر المستشار مرتضى منصور الأسد، الأسد الأسد يعني، وبحب نادي الزمالك، اني بعشق نادي الزمالك ابا عن جدا. والمستشار مرتضى منصور اني اثبت ان نادي الزمالك فن وهندسه، يعني فن وهندسه، يعني نادي الزمالك ده في قلبي من جوه. وبشكر الاعلام، بشكر الاعلام واللي وصل صوتي المرتضى منصور، ونفسي نتصور معاك يا سياده المستشار، امنيه حياتي نفسي اخش نادي الزمالك ده، يعني والله فرحة ما تتقدر ان الاعلام وصل صوتي ليك، وربنا سبحانه الله وتعالى متشكر، والله متشكر ربنا سبحانه الله وتعالى، وحبنا للزمالك. هو مين مرتضى منصور يا ليلى؟ رئيس النادي القومي. رئيس نادي ايه بقى؟ رئيس نادي الزمالك. برافو. طب وانت بتحبي مرتضى قوي؟ ايوه قوي قوي. ربنا يحفظ ولادنا ويحفظ ولاد مصر وبنات مصر وشعب مصر، شعب مصر الجميل وشعب نادي الزمالك الجميل اللي لقى منبر قناة نادي الزمالك، اللي النهارده انا وغيري يعني بنستقبل مئات التليفونات يوميا والرسائل، عايزين نطلع في قناة الزمالك، عايزين نعمل فيديوهات، عايزين ندعم النادي، وعايزين ندعم إدارة النادي، وعايزين نقول اللي جوانا، زعلانين غضبانين من موضوع الحجز على الأرصدة، عايزين نشيد باللي حصل والدوري والكاس. ده التلاحم اللي حاصل في قناة نادي الزمالك مع جماهير نادي الزمالك ومع كل واحد. فطبعا يعني لما المشاعر دي تطلع على الهواء، فده اللي انتوا شايفينه يعني كل الزملكاويه. انا لو انا قاعد في البيت ابقى غيران نفسي، ابقى زي الراجل اللي طلع مثلا في الصعيد نفسه يطلع يتكلم. انا بقول لكم دي مشاعر الزملكاويه. فعلشان كده طبعا قناة نادي الزمالك لما بتذيع دوت فبتذيع وبتعبر عن غضب الناس او عن فرحة الناس، وده استبيان حقيقي طبعا لمشاعر الزملكاوية في كل مكان. النهارده انا سعيد جدا بوجودي مع اتنين من القامات الصحفية الكبيرة جدا جدا، عشرة العمر والصديق والمحترم والاخ الفاضل رئيس المنظومة الاعلامية في نادي الزمالك، بقالي كتير ما شفتوش، الاستاذ مصطفى جويلي. استاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير والمشاهدين النهارده. ده اكيد طبعا، دائما وابدا ان شاء الله. وطبعا بقى اللي بيخش عليا كده بقذائفه ونيرانه وصراحته طبعا الاستاذ عبد الشافي الصادق، طبعا الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير. استاذ اهلا بيك. اشكرك يا استاذ احمد، وانا سعيد دايما ان اكون موجود معاك. كاتب النهارده الملفات كلها مفتوحه، انتظرونا. اي كل الملفات مفتوحه، لان الزمالك بقى مستهدف يا احمد. الزمالك بقى مستهدف بجد. ده كل النجاحات دي. موضوع انت قصدك على ممدوح عباس؟ موضوع ممدوح عباس، ممدوح عباس وغير ممدوح عباس. الزمالك نجاحاته وانتصاراته مش عاجبه ناس كتير والله، فبيطلعوا اشاعات. هنتكلم في ملف الاشاعات زي ما
هيتكلم طبعا واللي حاجز على الاموال يعني مش ممكن. ما انا عايز ابدا معاك مما انتهى اليه او مما انتهينا اليه من غضه جماهير نادي الزمالك اللي احنا تابعنا جزء منها في الفيديوهات دي. هو من حق جماهير الزمالك تغضب لان شايف ان ناديها في احسن حالاته وفي ازهى عصوره. الزمالك يعيش ازهى عصوره في تاريخه كله. الزمالك ليه صوت مسموع، الزمالك بقى ليه قوه، الزمالك ليه سيف ودرع، الزمالك بيقدر ياخد حقه. فكل الحاجات دي اللي موجوده دلوقتي مش عاجبه ناس كتير. فيطلع الاستاذ ممدوح عباس يحجز على اموال في البنوك، على الرغم يمكن قال المستشار مرتضى منصور لو ليه فلوس انا هتبرع وادفعها من مال العام، من مالي الخاص، من جيبي. وفي الجماهير كمان، الجماهير عامله انتفاضه رهيبه على السوشيال ميديا ان ممدوح عباس بيعطل الزمالك، بيعطل مسيره الزمالك، واحنا على استعداد ان احنا كجماهير نجمع فلوس من بعضنا وندفع له فلوسه، وكمان نمشي ممدوح عباس ونطرده خالص من نادي الزمالك ولا يبقى ليه علاقه بنادي الزمالك. هو ليه عاوز يوقف مسيره نادي الزمالك؟ المدربين الاجانب دي يدفع لهم مرتباتهم ازاي؟ العاملين في النادي، الغلابه، الموظفين، المحترفين، المحترفين الاجانب يدفع لهم فلوس ازاي؟ الاستاذ ممدوح عباس انا من وجهه نظري ارتكب جريمه في حق نادي الزمالك. اللي انت بتعمله ده جريمه في حق نادي الزمالك. انت لو زملكاوي ما تعملش كده. وفي ناس كتير دفعوا الانديه وساهموا في انديه ومحدش سمع عنهم حاجه، زي محمود طاهر في الاهلي، زي الاستاذ محمد مصالح في الاتحاد، زي سيد متولي في النادي المصري، في امثله كتيره جدا. اشمعنى انت خدت فلوسك مرتين حسب الاوراق الرسميه اللي طلعها المستشار مرتضى منصور مالكش جنيه؟ 2008 انتهت فلوسك كلها خدتها من نادي الزمالك. حضرتك عايز ايه من نادي الزمالك؟ المسيره هتفضل يعني مستمره، والزمالك سفينته هتستمر، وانت مش هتقدر تعطل المسيره. استاذ مصطفى الناس زعلانه، الناس زعلانه. انا بقول لك جمهور الزمالك غضبان. انا بقول لك يا احمد احنا في كارثه، كارثه كارثه لازم الناس كلها تحس بيها والناس حاسه بيها. احنا في كارثه. يمكن انا سمعت تصريحات المستشار مرتضى منصور امبارح وعايز اعلق عليها. كارثه ان انت ما عندكش دلوقتي سيوله ماليه ان انت تسدد مستحقات زي مستحقات فيريرا الشهريه. الراجل ده ليه راتب شهري المفروض ان هو ياخده. نعم. يعني زي ما المستشار قال امبارح، يعني هو مش ابن خالتي مثلا، او ان هو راجل ممكن يستحمل. ده راجل اجنبي. يعني راجل محترف، يعني راجل بيتعامل بالورق والقلم، يعني راجل بيتعامل اللي ليا واللي عليا. صحيح. مش هيجي يقول لك انا هستحمل عشان انا مثلا زملكاوي او انا بعشق الزمالك او كده. هندفع مرتبه منين؟ هندفع مرتب المعاونين بتاعه منين؟ هندفع مرتب الراجل اللي هو وصل لنهائي كره اليد وهيلعب مع الترجي بكره منين؟ هندفع مرتبات اللعيبه الاجانب منين؟ هندفع مرتبات المدربين منين؟ هندفع مرتبات الموظفين منين؟ هندفع مرتبات العاملين منين؟ هنصرف على اللي هي في الزمالك وصل لدور ال 32 ومسافر مثلا تنزانيا او هيلعب ماتش هناك، السفريه دي هيتصرف عليها منين؟ وكل دي الدولارات، هتجيب دولارات منين؟ يعني هل الراجل ده مش حاسس بكل الكوارث دي؟ وبعدين الغريب جدا ان في ناس زملكاويه اتكلموا معاه، يعني واحد زي الاستاذ محمد الاتريبي مثلا اتكلم معاه، اللي هو طبعا تبع البنك المحجوز له، اتكلم معاه وقال له الزمالك في كارثه، قال له ما في كارثه ولا في دماغي. اتكلم معاه حتى الراجل الامين الصندوق المحترم الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي، اللي هو اصلا كان ماضي على الشيكات، اللي كان ماضي على الشيكات بتاعته بتاعة الضمان دي، اتكلم معاه وقال له ما يصحش، ما ينفعش انت تعمل كده في نادي الزمالك. قال له ايه يعني، ايه المشكله؟ اتكلم معاه الاستاذ المحترم عمرو الجنايني عضو مجلس اداره ورئيس اتحاد الكره السابق، ولا يهمني ولا في دماغي. اتكلم معاه رموز زملكاويه كتير جدا اتكلموا معاه، حتى الناس اللي هي نقول ان هي كانت معارضه او ضدنا او ضد نادي الزمالك، ها مش عاجبهم هذا الوضع. وبعدين انت ما بتقراش السوشيال ميديا بتكتب ايه؟ ما بتقراش اراء جمهور الزمالك فيك ايه؟ انت عايز ايه من نادي الزمالك؟ ده نادي يعني الكيان الكبير ده اللي بتصرف عليه فلوس كتير. لابد يا جماعه من تدخل للساده المسؤولين لحل هذه المشكله وحل هذه الازمه. ما حدش حاسس بالازمه دي. عشان كده انت ضغط، فيه ضغط، فيه ضغط على نادي الزمالك، ضغط رهيب على نادي الزمالك. النادي هيقع، النادي هيقع ان لم يتدخل الساده المسؤولين ويتم يعني واحد خد فلوسه. انت عايز ايه تاني من نادي الزمالك؟ الزمالك بيسقط. الزمالك ماشي في كيرف عالي يا احمد، بطوله دوري، بطوله كاس مصر، بطوله طايره، كاس ودوري، بطوله يد، بطوله سوبر، ماشي في كيرف عالي، في العاب جماعيه، كره القدم، الناس فرحانه، الناس مبسوطه، في انشاءات بتتعمل، في مشروعات بتتعمل، كل الحاجات دي كلها انت عايز تسقطها ليه؟ بهدف ايه؟ هتستفيد ايه؟ وما تروح تدفع 2 مليون و400 الف جنيه عشان تاكد هذا الحجز،
2 مليون دول و400 الف جنيه كانوا يكفوا مرتبات عاملين. يا اخي كنت تديها منحه للعاملين في نادي الزمالك وكانت هتقبل منك وكانوا هيوجه لك الشكر. يعني كان هيوجه لك الشكر ان انت 2 مليون و400 الف جنيه تدفعهم تاكيد لهذا الحجز. انت بتجري على ايه؟ وانت راجل يعني عندك مليارات مش مليارات. انت محتاج ايه من نادي الزمالك او عايز ايه من نادي الزمالك؟ وانت كنت ساكت ليه السنه اللي فاتت دي كلها؟ يعني السنه بتاع اللجان دي كلها انت كنت بتروح نادي الزمالك وكنت بتدير نادي الزمالك وما كنتش بتتكلم على اي مليم ليك، وانت اصلا مالكش اي مليم في نادي الزمالك او اي جنيه في نادي الزمالك، عشان المليم ده اتلغى خلاص. مالكش اي جنيه في نادي الزمالك، مالكش اي جنيه في نادي الزمالك، عايز ايه من نادي الزمالك؟ يا جماعه اصحوا يا جماعه، ده في كارثه. الزمالك فيه النهارده 26 او 27 النهارده، يعني ثلاث ايام ومفروض ان في مرتبات للعاملين والموظفين والمدربين واللاعبين وغيرها وغيرها وغيرها. كل ده هيدفع منين؟ مفيش فلوس في النادي. او في فلوس في النادي بس محجوز عليها. يعني الراجل بيقول لك انا عندي حجز على الأرض. هو انت بتعاقب المستشار مرتضى منصور عشان قال ان انا يا جماعه عندي عندنا ربع مليار 250 مليون جنيه في الـ في الـ في نادي الزمالك حققنا ارباح وفي محلات اتباعت وغيرها وغيرها وغيرها، انت بتعاقبه؟ بتقول عشان هو قال ان عندي فلوس. طب هو الراجل عندي فلوس، هو الفلوس دي المحلات مش اتباعت، المحلات بتتأجر يعني. بتتأجر يعني بتاخد الحق مثلا حق انتفاع. يعني انت بتعاقبه ان هو بيقول ان انا عندي ربع مليار موجود؟ طب ما ربع مليار دول يعني احنا نفخر ان الزمالك مش مديون، انه في ربع مليار، وربع مليار دول هم هياخدهم هيحطوهم في جيبه؟ مش هيحطوهم في جيبه، ده هيتصرف منهم على 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 الفرق، فرق الالعاب الاخرى، على كره القدم، على الموظفين، على العمال، على المشروعات، على نادي 6 اكتوبر، على 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 حاجات كتيره جدا. انت بتعاقبه؟ يمكن استاذ عبد الشافي الموضوع دوت حتى مؤرق للرياضيين. يعني انا كنت امبارح بتكلم على فكره ده البوست ده نازل على صفحة المستشار مرتضى منصور بعد قليل، رد المستشار مرتضى منصور بالمستندات صوت وصور على اللجان المستأجرة وعلى الإعلام الفاسد، يوضح حقيقة عقدي الجزيري وجنش على قناة الزمالك وصفحاته الشخصية. يعني الفيديو دوت هيتذاع على قناة الزمالك بعد قليل وعلى صفحة المستشار مرتضى منصور الشخصية. لعل طبعا في هذا الأمر وفي هذا الإطار أنت بتطلع بمشكلة بتدخل في مشكلة، بتطلع في الموضوع بتدخل في الموضوع، في حاجات داخلية وفي حاجات بعض الاعلام بيصدرها لك وبيضخم لك من ازمات هي كلها ازمات تافهه على حد قول امير مرتضى امبارح سمعه بيقول يعني دي قصه تافهه اصلا، قصه سيف الجزير. يعني في ناس بتضخم المسائل دي كلها. مش طبيعي ان نادي يعيش كل هذه الاجواء يعني وتطلب منه ان هو يحقق انجازات طول الاخرى، ومع ذلك الحمد لله جمهور نادي الزمالك فرحان امبارح بماتش الكوره وفرحان بماتش اليد، وعندنا ماتش عصيب جدا جدا بعد ساعات مع الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد. بص يا احمد، كل هذه الازمات ازمات مفتعلة. نعم. يعني ازمات تصدر الى الزمالك. يعني ازمة الجزيرة ما فيش ازمة، ولكن هي ازمة مفتعلة لابعاد الانظار عن ازمات في اندية اخرى. نعم. الجزيرة ما فيش ازمة، هو استفسار. فاللي مش عاجبهم انتصارات الزمالك ومش عاجبهم بطولات الزمالك ومش عاجبهم استقرار الزمالك، عاوزين يضربوا استقرار نادي الزمالك. الجزيرة ما فيش مشكلة. وزي ما المستشار هيطلع يقول دلوقتي، انا عاوز اقول حاجه، عقد الجزيري مع نادي الزمالك ما فيهوش مشكله، بدليل ان الماده 25 من لائحه الفيفا بتقول ان هو مقيد في الزمالك عبنية الشراء ما تمشي اضافه اسمه، هو اسمه موجود بالفعل قبل عمليه وقف القيد، فما فيش مشكله. لكن الاخرين بيصدروا المشاهد عشان مش عاجبهم استقرار الزمالك، مش عاجبهم البطولات بحقها الزمالك، مش عاجبهم حاله الاحتكار لكل الالعاب الموجوده في نادي الزمالك. فالجزيري دي مشكله مفتعله للتغطيه على فشل الاخرين. يعني في ابعاد الانظار عنهم، ما حدش يفكر في فشلهم، يعني ما حدش يفكر في لاعب تعاقده معاه مثلا في نادي اخر موقوف، مش هيلعب مع نادي مش قادر يجيب صفقات. انت حتى لو اتكلمت على الانديه اللي عملت صفقات قويه السنه دي، اللي هو الزمالك البطل اللي هو متصدر المشهد، بطل الدوري وبطل الكاس، هو اللي عمل صفقات عشان عاوز يحافظ على الانتصارات دي في الموسم الجديد. ممكن اسالك سؤال؟ نادي الزمالك عمل صفقات وترتيبه الاول. نادي الزمالك عمل كم صفقه حتى الان؟ سبعه. عدهم لي كده. نضاي وسامسون ودونجا وقول معايا وزكريا الوردي. زكريا الوردي هو كلها صفقات كبيره. وعمر جابر. وعمر جابر وصبحي. وصبحي دول سبع صفقات، بس اهم صفقه فيهم دول كلهم زيزو، والتجديد التعاقد مع زيزو ده اهم صفقه. زيزو اللي هو احسن لاعب. تعرف يعني سبع صفقات؟
على فرقه خدت دوري وكاس؟ دوري وكاس. فعشان كده انا عاوز اكمل اقول ان هو الزمالك متصدر مشهد الصفقات، ترتيبه الاول بالصفقات الكبيره اللي عملها. النادي الثاني اللي بعده اللي عمل صفقات النادي المصري، ثم ياتي بعد من النادي المصري نادي اسوان، ثم بعد كده يجي نادي الاتحاد السكندري. في منافسين ما عملوش الصفقات اللي عملها نادي الزمالك. ده دليل على الاستقرار، دليل على ان في اداره محترفه بتدير النادي بشكل محترف وبشكل مخطط ليه. فانت مش عاجبهم ده، فبيحاولوا يصدروا لك اشاعات، صدروا لك اشاعات بن شرقي، وصدروا لك اشاعات زيزو انه راح خلاص يلعب في قطر، وصدروا لك اشاعات سامسونج، ودلوقتي الجزيري. هم مش هيبطلوا اشاعات، بس انا بقول لهم الزمالك ليه درعه سيف، في رئيس نادي بيعرف يرد، في رئيس نادي بيحمي ناديه وبيحترم جمهوره وبيشتغل علشان يسعد الملايين، جمهور الزمالك بالملايين. ما ينفعش حضرتك انت حرب اشاعات مستمره من منابر اعلاميه كتيره ليه؟ وكمان الاستاذ ممدوح عباس يعني جاء يعني يقولوا القش الاسم الظهر البعير، ايه ذنب الناس دي اللي بتشتغل في نادي الزمالك؟ انت حاجز على اموالهم. هو يعني هل عقاب المستشار مرتضى منصور انه عامل ربع مليار جنيه موجوده في خزائن في البنوك عشان يصرف بها على النادي؟ ولا الافضل لك وانت كنت تدير اللجان يا استاذ ممدوح وعملت شريط تبرعات على قناه الزمالك، تبرعوا لنادي الزمالك. فده ما ينفعش. الحرب الاشاعات هتستمر، وانتصارات الزمالك هتستمر، ومجلس الاداره الناجح اللي يوفر الاستقرار ووفر ده كله ووفر كل الصفقات دي في كل اللعبات. شوف انت في كره اليد دلوقتي ايه؟ محتكر. انت هتلعب النهائي قدام الترجي، والترجي انت لسه كسبانه على ارضه ووسط جمهوره بفرق كبير من الاهداف. يعني معنى كده ان الزمالك هياخد البطوله العربيه وهيصعد لسوبر جلوب ان شاء الله. ماتش صعب جدا وماتش عصيب جدا، ولعل الاجواء يعني والكلام الكتير ده اجواء غير صحيه لمعسكر اي فريق. يعني لما واحد يقول لك انا هاخد البطوله ان شاء الله هاخد البطوله، طب انا المكافاه بتاعت البطوله هاخدها ولا مش هاخدها؟ ما هو ده بيجي في دماغ اللعيبه، خلي بالك برضو في المعسكر. ان شاء الله كل حاجه تتحل ان شاء الله الفتره الجايه، وكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في لقاء الترجي الصعب. انت كان لك تعقيب على كلام الاستاذ شفي. انا عايز اقول ان انا عايز افهم يعني بالنسبه للمنابر الاعلاميه اللي بتتكلم عن الزمالك، هي عايزه ايه من الزمالك اصلا؟ انت علاقتك ايه بالزمالك؟ انت بتتكلم عن الزمالك ليه؟ يعني بعض المنابر الاعلاميه اللي هي بتتكلم عن نادي الزمالك وبتتكلم عن مشاكل نادي الزمالك وبتتجاهل مشاكل الانديه الاخرى، بتتكلم ليه عن الزمالك؟ بتتكلم ليه مثلا على عادل صبحي؟ يعني مش في واحد قال لك ان الزمالك هيتوقف وهيتعاقب عشان محمد صبحي؟ وتاني يوم لقينا مسؤول نادي فاركو موجود في نادي الزمالك وقاعد مع مرتضى منصور ومفيش اي مشاكل. تمام. اللي اتكلم على سيف الجزيري، انت علاقتك ايه بسيف الجزيري؟ يعني انا يعني مثلا سيف الجزيري ده كان في نادي المقاولين وبعدين اتنقل نادي الزمالك، وبعدين كان ليه رعايه مثلا من الافريقي التونسي والاتحاد المنستيري او انديه اخرى. ايه علاقه النادي المنافس بسيف الجزير ان هو يقدم شكوى وان هو بيطالب بالتحقيق مثلا مع اتحاد الكوره عشان اعاد سيف الجزير؟ ايه العلاقه؟ وايه العلاقه ان انا المنابر الاعلاميه دي انها بتتكلم وبتعلي الناحيه الثانيه، بتعلي هذه المشاكل وبتزود في هذه المشاكل؟ انت عايز تعمل عدم استقرار داخل نادي الزمالك ليه؟ انت ايه هدفك؟ المفروض ان في قنوات يا استاذ احمد، قنوات محايده، ان انا مثلا لما اجي اتكلم اروح اجيب مثلا المحامي مثلا بتاع الافريق التونسي او المحامي بتاع الاتحاد المنستيري، ها، وما اجيبش حد من نادي الزمالك، وما اجيبش حد من نادي الزمالك، ما اجيبش وجهه نظر نادي الزمالك زي ما كان بيحصل في الفتره اللي فاتت، اتكلم عن مشاكل نادي الزمالك دون ان اتطرق ان انا اعرف الحقيقه من نادي الزمالك. يبقى ده الهدف. ايه يا استاذ؟ على التناول الاعلامي، التناول الاعلامي يعني تناول مغرض اللي احنا اتعلمناه. لا، تناول مغرض، انت بتجيب الطرف والطرف الاخر يعني. ده تناول مغرض، ده تناول ليه هدف. ده انت بتدس السم في العسل، ده انت بتحاول ان انت تشتت الجمهور، لكن الجمهور واعي. والجمهور احنا كلنا بنقرا دلوقتي وشايف، هو اللي بيرد دلوقتي. هو اللي بيرد على اي حاجه ضد نادي الزمالك. هو اللي بيتصدى، هو اللي بيعمل هاشتاجات دلوقتي. هو اللي واقف مع نادي الزمالك وفي ظهر نادي الزمالك ومع رئيس نادي الزمالك. لكن برضك انتوا هدفكم ايه؟ يعني الناس عايزه تشتغل. يعني جه مجلس اداره منتخب من جمعيه عموميه محترمه. والقائمه نجحت بالكامل. بالكامل، مجلس محترم، تمام. صحيح. ومجلس عايز يشتغل. انتوا بتشتتوا المجلس ليه؟ انتوا بتدخلوا المجلس في صراعات ومشاكل ليه؟ سواء من المتزملكين او من اللجان التي تعمل من اماكن اخرى، او تعمل من الناس اللي هم المتزملكين اللي هم بيدعوا انتمائهم الى نادي الزمالك وفي نفس الوقت بيسيروا هذه اللجان، لان ليس هدفهم هو هدفهم هدم نادي الزمالك ومحاربه رئيس نادي الزمالك،
بيشخصنوا الامور. نعم نعم. حتى حازم امام لم يسلم. لا حازم يعني حتى حازم يعني لسه امبارح بتكلم حازم. لا حازم لا لا بهدلوه لمجرد عشان مجرد المستشار شكره على موقف ليه. هو على فكره هو امبارح برضه قال ايه يعني، هو مع كل الاحترام طبعا لحازم هو تواصل مع هو رئيس النادي، رئيس نادي الزمالك بالزبط. فبما بيجي يتواصل مع رئيس اتحاد الكوره مع كل الاحترام للكابتن حازم امام وكابتن بركات وكل المجموعه اللي موجوده، ولكن حينما تحدث مع رئيس اتحاد الكوره فهو طبيعي انه يتحدث ويقول حازم امام لانه ابن النادي وابن نادي الزمالك وبيكبره. فوجئنا بحمله على حازم امام هذا الخلوق المحترم لم يشهد لها مثيل قبل كده. حازم امام دي اللجان الماجوره بقى، دي اللي ده اللجان اللي بتقبض عشان تطلع تشتم. نعم ما ينفعش. وبعدين حازم امام على الرغم من الحمله اللي اتعملت ضده لكنه مش شايفهم. زي بالظبط احنا في نادي الزمالك الاداره شغاله استقرار مستمر رغم الحجز، لكن الامور بيتم ترتيبها. انت مش شايفهم الناس اللي عاوزين يخربوا، انت مش شايفهم ولازم تتصدى ليهم. فعمليه اللجان المؤجره دي عشان تشتم الناس اعتقد دي مساله في منتهى الصعوبه ولازم يبقى لها حل بس قانوني. بس الناس بتفهم كل حاجه. لا الجمهور فاهم. يعني فكره انت كمان تهاجم حازم، طب انت مثلا تيجي تهاجم شيكابالا مثلا مش عارف ايه، طب انت حازم ده يعني حازم يتهاجم في ايه؟ ولا شيكابالا، شيكابالا تهاجم ليه؟ ولا شيكابالا، بس انا بتكلم في ايه؟ فكره ان ايه؟ فكره انت بقى بغض النظر عن مين الشخص، انت بتهاجم فكره ان هو زملكاوي، طب ما هو على الجانب الاخر احنا مثلا ما فيش اي رفض من جوه اي زملكاوي لوجود اي عنصر ينتمي الى انديه اخرى، احنا بنتمنى كل التوفيق مثلا للكابتن محمد بركات، بنتمنى كل التوفيق للكابتن حسام غالي في النادي الاهلي، نفس الكلام في نادي الزمالك. في شخصيات هنا وهنا. كابتن حازم ده ايمن عبد العزيز أيقونة. ايمن عبد العزيز لم يسلم. ده طلعت محطه من المحطات، محطه فئويه بتتكلم ايه ايمن عبد العزيز وهجوم على ايمن عبد العزيز. هو حضراتكم يا فندم ايمن عبد العزيز ده من احسن اللاعبين المحترفه في تركيا طبعا، وعاش سنوات جميله جدا وقدم سنوات احتراف رائعه جدا. انت بتهاجمه ليه؟ انت بتحاسبه ليه؟ واللي بيتكلم على ده انت تاريخك ايه؟ انت تاريخك ايه؟ ما انت كنت جاي نادي الزمالك وهربت وعن طريق محطة رحت السعودية وعلى فكرة والمستشار مرتضى منصور رفع دعوة قضائية وكسبها، ورئيس اتحاد الكرة في هذا التوقيت رفض تنفيذ هذا الحكم من الجهة دي، كان قبل موضوع عدم اللجوء للقضاء. فأنت ما حدش يطلع يتكلم على نفسه. لا حضرتك أنت بتهاجم الناس دي عشان انتمائهم وحبهم لناديهم وحبهم لبلدهم. أيمن عبد العزيز مدرب منتخب مصر، مش عاجبك ليه؟ وانت طالع تتكلم عنه ليه؟ وانت مين؟ نعم. امبارح كانت هناك مداخلة مهمة للمستشار مرتضى منصور تحدث فيها عن الكثير والكثير من الملفات وما يتعلق بموضوع الحجز على الأرصدة، أرصدة نادي الزمالك، الكلام على الشائعات، ملف سيف الجزيري، هيبقى في فيديو بعد قليل، ولكن كان هناك جزءا هاما في مداخلة الأمس للمستشار مرتضى منصور، دعونا نتذكر ما قيل في هذه المداخلة. ده طبعا اللي قاله امبارح المستشار مرتضى منصور فيما يتعلق بالرد على الشائعات الخاصه بملفات مثلا الجزيري، بملفات جنش. الملفات دي كلها تحتاج الى فيديو صوت وصوره، يعني هو حاجه من الاثنين، يا المستشار يطلع بفيديو صوت وصوره زي ما يحصل لان هناك مستندات، فده بيبقى الافضل اكيد للجماهير اعلاميا انه بيطلع بمستند بيقول ادي المستند الفلاني وبيعرض وجهه نظر نادي الزمالك بصفته رئيس نادي الزمالك، او ان يكون طبعا موجود طبعا منور في قناه نادي الزمالك. ولكن على الجانب الاخر حينما يخرج بفيديو صوت وصوره ويرد على كل هذه الملفات، اعتقد ان احنا كلنا دلوقتي نعير لهذا الفيديو كل الانتباه علشان نستمع الى الحقائق في هذه الملفات. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا هلبس النظاره دي عشان لسه راجع من عند دكتور العيون، في مشكله في عيني اليمين طبعا من القرف والمشاكل اللي احنا شايفينها، تقريبا حصل حاجه في العين اليمين. فعلى فكره الدكتور اسمه الدكتور محمود سعد، على اسم محمود سعد بتاعنا، حتى كان عندي النهارده ميعاد في مكان مهم جدا جدا ما قدرتش اروح عشان الدكتور قال لي ريح شويه يعني في القرف اللي احنا فيه كله. فانا اسمحوا لي بس هلبس النظاره. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بليتم فاستتروا. سيف الجزيري سيف الجزيري قال لك اصحاب الدوري بالذهب والكاس
احنا الابطال، احنا وشوبير وابراهيم على كاس، واصل احنا عملنا مداخله مع محامي سيف. ايه انا ما في ايه؟ هي النار حاميه. قبل بس ما اكمل، في واحد من الاخوه الزملكاويه ليهم فيديو يعني قناه على انا متابعه زي ما متابع كل الزملكاويه، وصل مرحله انه بيدي تعليمات نقول ايه في القناه. حضرتك وصلت مرحلة بتقول نقول ايه في القناة؟ قناة الزمالك؟ لكن واسعة قوي دي. ويا جماعة أنا بقول للقناة مالهاش دعوة بالماضي، يا ابني الماضي بيطاردنا. يا ابني احنا أنا قاعد كده. صحيت لقيت الأستاذ محمد التربي بيكلمني. رئيس اتحاد البنوك ومدير بنك مصر. في كارثة يا أستاذ متخيل. قال لي ممدوح عباس حجز على الأرصدة. بتاعتكم كلها. اطلع ارد بالمستندات انه خد فلوسه ولا اسمع كلام سيادتك عشان انت قاعد لمؤاخذه عمال تاكل عدس وبصره زي ما برضه باكل عدس وبصره وتضرب كشري واي كلام تقعد تقوله. الماضي بيطاردنا. ما احنا في حالنا. ف كان في اقتراح دلوقتي من الاستاذ محمود العسال والاستاذ محمود خالد اهو بيقولوا لي طب ما تعمل حلقه تعرض دون في القناه. طب بس قبل ما نقول هنعمل ايه، ادي عقد اهو، سامحوني بقى عشان عيني معلش. ده عقد اتفاق ثلاثي، ده مش على ورق الزمالك عشان ما اقولكش ده ضربوا عقد ايه في نادي الزمالك. على ايه؟ ورق مين؟ مولي نعرف. 31/1/2021، يعني بعد ما مشينا بحوالي شهرين مثلا، مشيها 29/11. لازم اقول يا رب يغفر له محمد علي فتحي، سيف الدين الجزيري، نادي الزمالك بصفته، وسيف الدين ابن عصام الجزيري، رئيس الجزيري والسفر والركب المحلي. اللاعب طرف ثالث محترف في كرة القدم نادي المقاولين، يبقى الواد فين؟ المقاولين. حسب الطرف الثاني يرغب في استعارة اللاعب بنية البيع، يبقى كان هو متعاقد مقاولين والطرف بتاعنا احنا الثاني عايزين نستعيره بنية البيع اللي هو ايه الطرف الثاني، وذلك بعد موافقة الطرف الثاني حتى نهاية الموسم. تمام. الرياض 2021، الطرف الاول وافق على عرض اللاعب الى الطرف الثاني وذلك بعد موافقة اللاعب واجازة بنية النادي اتفقت رفض دون ادري استعارة اللاعب بنية ايه؟ بنية ايه؟ سمعوني تاني والنبي اهو هجيب لك بس نية البيع عشان ايه؟ نية ايه؟ يبقى كان انتقال حر. كان انتقال حر يالا. البند الثاني اتفق طرف العرض اللاعب سيف الدين عصام الطرف الثاني الى نادي الزمالك الطرف الثاني اعاره بنية البيع. اعاره ايه؟ بنية البيع حتى نهاية الموسم 2021. التزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 8 مليون جنيه تسدد فور توقيع العقد العام. يقوم بسداد مبلغ في حالة رغبة الطرف في شراء اللعبة عايز اشتريه خلال مدة الإعارة أو في نهاية الموسم الرياضي. يلتزم بسداد مبلغ 12 مليون جنيه في موعد أقساط 15/10/2021. أنا أتحمل الطرف الثاني راتب اللاعب طوال مدة سنة الإعارة وفق العقد. يبقى إذا ده عقد إعارة بنية البيع. أنا عايز الولد بفعل أديك ال 12 مليون جنيه، يبقى الولد كان مقيد عندي واستمر قيده ولا انفصل قيده؟ أهو نعمل لكم كده بقى أهو. لا ما كانش في نية البيع، الواد كان انتقال حر. اصل سالنا المحامي اي كلام في اي هري اي هري. تعالوا بقى نعمل كده اهو. تعالوا ورق المولين. يتعهد الطرف الثالث بالعوده الى نادي المولين فور انتهى مده الاعاره اللي هو الواد يعني لقيت موسم كذا في حاله عدم ايه؟ اتمام البيع النهائي. البند الرابع يكون الطرف الثاني بيدفع جميع مصاريف علاج اللاعب اللي هو الكذب. ياخذ هذا العقد الى لوائح الاتحاد المصري لكره القدم حاله اي خلاف في قرار لجنه شؤون اللاعبين.
نادي المقاولين ختمه، نادي الزمالك ختمه، الولد ماضي. ده الاعاره اهي. الاعاره كهرباء وزاره نادي المقاولين تبع كذا بتاريخ 31/21 اعاره اللاعب سيف الدين ابن عصام الجزير نادي الزمالك لنهايه موسم كذا كذا. خلاص؟ عايزين تفسير تاني اكتر من كده ولا كفايه كده؟ خلصنا من سيف الجزيري. نيجي لجنش دلوقتي. الاقتراح اللي حضرتك قلته ده خلاص، عشان انا عندي حاجات كتير اقولها. ان شاء الله باذن الله يوم الخميس، يوم ايه؟ الخميس ولا الجمعه؟ يبقى خالد لطيف يوم الجمعه. يبقى انا يا جماعه ضيف على قناه الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله، عشان اقول لحسين لبيب اتلم، ويا ممدوح عباس اتلم، ويا اسطوره اتلم، ويا لجان اتلمت. لكن قبل ما اقول لهم اتلموا، نيجي نشوف ده العقد بتاع مين. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ مش عارف مين الماضي. بص يا جماعه، بعد جنش حسين لبيب بيقول لك لا لا لا، جنش ما. جنش راح ازاي؟ مش ازاي راح فيوتشر. جنش اتخطف. عارفين اتخطف؟ مش انت مش اللجنه بتاعتك اللي عامله؟ اتفضل يا باشا. ثلاث سنوات مش عارف مين 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 مين. بص اهو، يحق اللاعب انهاء التعاقد من طرف واحد. باي باي. اللي راح ازاي؟ لجان الخراب بتاعتكم. بعد انتهاء الموسم الثاني 21/22 اللي هو فات ده، وقبل اخر الموسم، ان التعاقد بشرط دفع 2.5 مليون جنيه، يحصل لاعب على حافظ قدر مبلغ مش عارف مليون جنيه في حاله تحكم كذا. طيب اللاعب، ما انا بقول لك مش عايز اسمع صوتك تاني بقى يا حسين يا غريب. هو الواد كان ايه؟ كان النادي ايه؟ حسين السامري. بص يا سيدي، المدير التنفيذي يوم 1/9 يعني من قد ايه؟ اول شهر 9/9/2022. نحيي سيادتكم علما ان اللاعب محمود عبد الرحيم، احمد عبد الرحيم، بطلب اليوم انهاء التعاقد المجبر مع ديكم موقر في 2025 من الملك ده، تلقى بدل سته من زاد التعاقد بين 3/5 يحق اللاعب انهاء التعاقد من طرف واحد عن طرف موسم كذا قبل اخر موسم التعاقد بشرط دفع 2.5 مليون، وقد تم توريكم الشرط الجزائي خزينه الاتحاد المصري. حتى ما حطش الفلوس فين؟ للنادي. مش عايز اسمع صوتكم، مش عايز اسمع صوتكم. اهو ادي جار يا حسين يا لبيب يا بيب بيب يا ابو منطلون اخضر واصفر. يا عيب على سنك بقى، ده احنا لابسين اسود في اسود اهو على دماغكم. اتفضل يا باشا. حتى الواد حط فلوس فين؟ في خزنه، في هناك. ما احترمش النادي وراح حطهم هناك في اتحاد الكوره، وفسخ وفعل الشرط الجزائي. بتنطق لسه يا حسين يا لبيب؟ عايز تعرف الواد راح هناك ازاي؟ ان احنا اللي عملنا العقد ومشيناه. يا لجان العار، يا لجان العار، عرفتوا انتوا عملتوا ايه في النادي ده؟ بسرعه كده عشان قلت ارد. يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله نعيشنا وكلينا عمر ان شاء الله. ربنا يوفقنا وتتفرجوا على المسخره اللي احنا عايشين فيها، عشان الاخ اللي بيقول لك ايه وقاعد عامل كده. انا بقول لقناه الزمالك بقى، سيبوكم الماضي، ماضي ده الماضي عمال يطير. حسين لبيب ماضي، وممدوح بس ماضي، كل دول ماضي. هو انا جبت سيد حسين لبيب بقى 100 سنه؟ انما عشان العيال اللي معاه معايا 200 عيل كده، يلا يا بيبي يا بيبو. اوعى تنسى ان اللعيبه اللي خدت بيهم الدوري
والطايره والدوري قدم وسله ويد لعبت انا. وانت نفسك لا اعترفت ان الفضل الاول والاخير يرجع لمرتضى اللي هو جاب الواد كلهم. نسيت؟ سمعت؟ وبعدين لما انت عنتر كده ما انا اتحيلت عليك تنزل الانتخابات عشان افرمك. في جمعيه محترمه هنا كنت هتتفرم زي احمد سليمان. 70 مليون جنيه صرفوهم ولا مؤاخذه هو وهاني شكري وعبد الله جورج وهشام يكن اللي قاعد في النادي الاهلي دلوقتي 24 ساعه واسمه ده مين تاني؟ وحبايب محمد ابو العيله انا اتذكر مصطفى عبد الخالق وكل العصابه دي كده جميعهم مش طايقاكم زي ما الجماهير المحترمه مش طايقاكم. النهارده كان في مكالمه بين سيد وزير الشباب والرياضه وبيني لانه تعليق على مداخله امبارح وكان في ناس مسؤولين في الدوله وبيني. الدوله قالوا احنا بنتصرف ولما يتم التصرف هشكرهم لان العمل ممدوح عباس ده بيهد كيان. تاني بقول فيريرا لو جه اخر الشهر ما قبضش مرتبه هيمشي ومساعدينه هيمشي وطبعا المدربين المصريين هيمشي واللعيبه هتمشي واللعيبه عايزه مقدماتها هتمشي كل ده هيمشي ان شاء الله باذن الله. خلاص ميعادنا يوم الجمعه ان شاء الله مع خالد لطيف وكابتن جمال وكابتن مصطفى يونس ولو عايز انضم لانه بيحب الحاجات دي مين تاني مين ينضم عايز افتكر مين بيحب ينضم لينا. خالد غندور عايز يجي يتفضل. كريم ابو حسين يجي يتفضل. وهتبقى مش المحاكمه الشعبيه دي لا مؤاخذه الشعبيه. مصر كلها تتفرج على المهزله والمسخره. خدنا مقترحاتكم انتظروني بالمستندات. جمهور الزمالك ادعي ربنا يقف معانا. النادي في ازمه كبيره مش محتاج لاي حد يقعد بقى يقول لنا اصل احنا وما تقولش في التلفزيون وقول مش عارف مين وهات مين ولاعب مش عارف. مش وقته مش وقته عشان فينا مكفينا. واللي حصل اهو انا النهارده بقول لك لسه جاي من عند دكتور ما اعرفش ايه اللي طلع لي هنا. طبعا طبعا ده ضغط وقال لي في ضغط جامد علينا يعني. فان شاء الله ربنا يستر علينا كلنا يستر على بلدنا. وبعدين انا بقعد احيانا كده افكر انا زعلان عشان بتشتم من اللي جانا. طب ما الرئيس السيسي بتشتم 24 ساعه والراجل ما بينامش شغال هنا وشغال هنا وشغال هنا. واضح ان المشتمه شغاله. واضح ان المشتمه شغاله. شغاله على مين؟ على اللي بيشتغل. انما الكساله اللي ما بيشتغلوش الحراميه اللي بياخدوا هدايا ما بيرجعوهاش اللي عاملين فضايح دول ما بيتشتموش. كل سنه طيبين. بالامس طبعا كان هناك كلام ان هيبقى النهارده هيبقى في تعقيب وفي رد على ما يتعلق بعقدي سيف الجزيري وجنش. وبالفعل طبعا كان هذا التعقيب كما رايتم على الهواء مباشره صوتا وصوره بفيديو من نادي الزمالك من المستشار مرتضى منصور وتحدث عن هذا الملف وملفات اخرى لعل تعقيبك مهم جدا يا استاذ مصطفى. يعني بدايه بندعي طبعا بالشفاء والعافيه للمستشار مرتضى منصور. طبعا عينه اعتقد ان ده من الضغط النفسي اللي هو موجود في الفتره اللي فاتت دي. الزمالك دايما او المستشار مرتضى منصور دايما ما بيتكلمش عشوائي ما بيتكلمش كلام انشا ولا أنا كل حاجه بالمستند. يعني كل شيء بالمستندات وكل شيء بالدليل القاطع. وده بيقول ايه؟ وده بيقول يعني ده بيدلنا لايه؟ بيدلنا للناس اللي هي المنابر الاعلاميه اللي هي المتفزلكه لو هي بتلجا الى نادي الزمالك وبتلجا الى المصادر الرسميه هتعرف الحقيقه وهيكون عندها مصداقيه عند الجماهير بدل ما ان هي شغاله اللي هو شغل اللجان او شغل الشائعات او شغل الفبركه او الشغل الموجه او الشغل المغرض اللي هو بيحاول الهدم وليس البناء. يعني هو الاخ اللي طلع اتكلم على سيف الدين الجزيري والعقد بتاعه وان الزمالك ممكن يتوقف القيد وغيره وغيره يمكن امير مرتضى منصور وصف ان الناس دي بتهزر. يعني لو هو كلف نفسه وانت راجل اعلامي ويمكن ابسط قواعد الاعلام الراي والراي الاخر ان انت لابد ان يكون عندك وجهتين النظر
ان في مشكله معينه. احمد جمال ده مثلا ده متهم في حاجه معينه، اكلم احمد جمال واساله يعني، اسال استفسر عن هذه الحقيقه. ده الاعلام الحقيقي، ده الاعلام اللي هو البناء، ده الاعلام اللي بيبني مش الاعلام اللي بيهدم. لكن انا اطلع اطلق اشاعات او اقول كلام مرسل مجرد كلام، طبعا ده اعلام يمكن خارج عن المنطق، مش ده الاعلام يعني. مش عايز اقول لفظ جامد كده اللي هو الاعلام المغرض، الاعلام المغرض اللي هو دايما يسعى الى الهدم وليس البناء. طب الفيديو فيه كشف للحقيقه وفضح للاكاذيب، الاوراق الرسميه بتقول الحقيقه، مستشار مرتضى منصور لما يطلع يتكلم بيتكلم بورق بمستندات، بعد المستندات ما فيش كلام تاني. حضرتك ما ينفعش تطلع تكلم تقول تكلم على الجزيري وتقول عقد وصحه عقيده وانتقاله، الورق الرسمي بيقول سليم. زي ما انا قلت في البدايه، الماده 25 من لائحه الفيفا بتقول انتقاله سليم. انت حضرتك عم مفتعل ازمه ليه؟ ما تركز في كتابك، بتذاكر في كتاب غيرك ليه؟ وبتجلب المشاكل ليه؟ ركز في كتابك، في مصيبتك انت. الزمالك مستقر، دي واحد. اتنين، كمان الناس اللي طالعين عاوزين يطلعوا بيانات زي الاستاذ حسين لبيب بيتكلم على جنش. يا فندم حضرتك انت كانت عامل مشكله في نادي الزمالك، سبت مشكله بخصوص جنش، تفعيل العقد وبدل ما يدفع فلوس في نادي الزمالك راح دفعها في اتحاد الكوره. ايه ده؟ حضرتك مطلوب منك ايه يعني؟ امال انت جيت في الفتره اللي الزمالك يعني وصلت بالزمالك للخلف، حتى اللعيبه اللي انت خدت اللي الزمالك خدوا بها بطوله الدوري هي اللعيبه اللي جابها المستشار مرتضى منصور، هي اللعيبه اللي كانت مع امير مرتضى منصور. فاذا اللجان كانت لجان مش موفقه، فشلت في اداره نادي الزمالك، ويكفي ان المستشار مرتضى منصور قدر يرجع الاستقرار خلال شهرين. فما ينفعش، انا شايف ان الفيديو ده فيه حقائق كتيره وضحت على المنابر الاعلاميه انها تلتزم الصمت عندما يتحدث الورق، فيجب على الجميع ان يلتزم الصمت ويستمع لعنوان عناوين الحقيقه اللي بتتقال في الفيديو ده اللي قاله المستشار مرتضى منصور. وبذكر هذا الفيديو فهناك جزء تاني ان شاء الله غدا سيتم اذاعته في برنامج زملكاوي، الفيديو اللي احنا عرضناه ده الجزء الاول. اما عن الجزء الثاني فهيبقى غدا ان شاء الله في برنامج الزملكاوي، سيذاع غدا ان شاء الله. واعيد وانوه ان هناك لقاء حصريا للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في قناة نادي الزمالك للرد على كل الملفات. أعتقد أنها تبقى حلقة مهمة جدا إن شاء الله في قناة نادي الزمالك يوم الجمعة القادم. أطلع الفاصل وبعد الفاصل نكمل مع زملكاوي. طبعا كان النهارده الاثنين، كان يوم السبت، كان هناك اجتماع طبعا للعاملين في قناه نادي الزمالك، وكان الحديث عن ما يتعلق بالملف الاعلامي في نادي الزمالك او في قناه نادي الزمالك، مع طبعا مع رئيس القناه طبعا الاستاذ احمد مرتضى منصور، وطبعا المشرفين على قناه نادي الزمالك، وحضر طبعا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وكان هناك لقاء له مع العاملين في قناة نادي الزمالك في حضور طبعا الأستاذ بشير حسن طبعا الكاتب الصحفي الكبير والرئيس التنفيذي لقناة نادي الزمالك، والأستاذ إيهاب جلال المشرف العام على قناة نادي الزمالك. وكان لقاء في نادي الزمالك بحضور كوكبة من نجوم والعاملين بقناة نادي الزمالك من زملائنا. تعالوا نشوف. نادي الزمالك ضم كوكبة من طبعا زملائنا وإخواتنا طبعا نجوم قناة نادي الزمالك، وإن شاء الله القادم ان شاء الله يكون افضل وافضل مع نسب مشاهده كبيره جدا وتلاحم جماهيري، مش بس جمهور نادي الزمالك بيتفرج علينا، كل جماهير الانديه الشعبيه وجماهير الانديه المنافسه. قناه نادي الزمالك يعني ما شاء الله يعني تسير الى الامام يعني وبخطه جيده جدا استاذ مصطفى. طبعا هو اجتماع الاب مع الابناء، وطبعا هو كل فتره بيجتمع مع العاملين في قناه نادي الزمالك، بغيه طبعا التطوير، بغيه ان يكون في اكبر نسبه مشاهده، بغيه ان هو يقول بعض الملاحظات الخاصه اللي يمكن احنا بنستفيد منها كتير جدا. يمكن طبعا كان اجتماع مثمر جدا، وكل الناس كانت طالعه مبسوطه من هذا الاجتماع. طبعا هو اجتماع مثمر، مجتمع دايما للتطوير ودايما بيجدد الطاقات في اجتماعاته المستشار مرتضى منصور، وفي رسائل مهمه كتير جدا قالها في هذا الاجتماع، رسائل خاصه بفنون الاداره، رسائل خاصة بالتطوير، رسائل خاصة بالكلام، في حاجات كتيرة قوي قوي رسائل قدمها في الاجتماع ده،
وانا شرفت ان انا اكون موجود في الاجتماع. بس انت كنت لابس تيشيرت جامد وواضح ان الجيم باين عليك يعني. لا حديد باين عليك. نورتنا صعب شبي. شكرا شكرا استاذ احمد. اشكرك استاذ مصطفى. نورتنا. ان شاء الله دايما الزمالك في تقدم ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك بعد ساعات في لقاء اعتقد انه هيحظى بمتابعه جماهيريه كبيره جدا. لقاء يجمع الزمالك مع الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال العرب او في نهائي البطوله العربيه للانديه الابطال لكره اليد. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في تونس. دعواتكم ان شاء الله لملوك الصالات كوماندوز نادي الزمالك ان شاء الله بالتوفيق في هذا اللقاء الصعب والعصيب جدا امام الترجي التونسي. وان شاء الله نفرح بكره كلنا ان شاء الله بفوز نادي الزمالك والوصول الى كاس العالم للانديه. ليه؟ لان الزمالك هو الافضل عبر التاريخ في القاره الافريقيه وفي مصر فيما يتعلق بكرة اليد، لأن كرة اليد وملوك الصالات نادي الزمالك هم أصحاب التاريخ، هم أصحاب الإنجاز. تصبحوا على خير.